اول حاجه انك تدور على الحقيقه، وانك تكتب صح، وانك تبقى حتى في المقال ان يبقى فيه يبقى فيه سؤال بتساله وتجاوب عليه. انا جيت اشتغلت في الفيفا مثلا، الريبورتات اللي كنت بعملها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم مشاهدين القناة. المرة دي الموضوع مختلف تماما، لأول مرة في برنامج بودكاست محدش فاهم حاجة هيكون ضيفنا مش معلم من الضيوف المعلمين اللي كانوا موجودين معنا، ولكنها تجربة نجاح ملهمة جدا جدا هنستفيد كلنا منها. أنا شخصيا واحد يعني هستفيد جدا من الموضوع ده. بس عايز أقول لكم حاجة في البداية، إزاي تكون خريج كلية أداب وتلاقي نفسك بعد كلية أداب بتشتغل في علم الإدارة، بتشتغل محاضر، بتشتغل مترجم فوري، وبتشتغل في الصحافة؟ وبالمناسبة مترجم فوري فين بقى؟ مترجم فوري للفريق الأول للنادي الأهلي مع 3 من أكبر المدربين اللي حققوا إنجازات كبيرة جدا مع النادي، فايلر، باتريس كارتيرون، بيتسو موسيماني. معانا مين؟ معانا دكتور عمرو محب. أهلا بحضرتك. أهلا بيك فندم. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام. والله انا سعيد جدا ان انت جيت وشرفتنا. لا انا الاسعد، انا سعيد جدا. قلت لحضرتك حتى قبل ما اسجل، لان حضرتك بتعمل حاجه يعني متفرده، محدش بيعمل المحتوى ده، وانا متشرف اكون موجود مع حضرتك ونتكلم في الحته العلميه. الله يخليك. انا بس عايز اقول لاولادنا وطلابنا اللي موجودين وبيسمعونا ان ازاي مش الكليه، وده من خلال تجربه حضرتك، اللي ما نبقاش حافظين. انا دخلت والله تجاره فهشتغل في مجال التجاره، وحتى لو الكليه دي انا مش بحبها فخلاص كده انا زعلان. لا، زي حضرتك بتجربتك وصلت لاماكن بعيده جدا، حضرتك بقى اللي هتقول لنا كل ده. بس في البدايه انا عايز اخدك بدري شويه لمرحله الطفوله كده، او مش الطفوله، نقول اعدادي كده وثانوي. شخصيه حضرتك كانت عامله ازاي؟ كنت طفل شقي؟ كنت يعني كنت هادي جدا، وكنت حاجه كده يعني ماليش، يعني كنت حياتي كلها مذاكره وبيت، خروج نخرج نروح النادي. انا يعني كان حياه كلاسيكيه، يعني ما كانش فيها، يعني ما اذكرش مره عملت حاجه، نطيت من فوق السور وعملت حاجات اللي الناس بيحكوها، يعني ما عنديش حاجه مختلفه. يعني كان الحياه بالشكل زي ما بيقول، زي الكتاب ما بيقول. اكتر مره كده عملت حاجه وتعاقبت عليها؟ لا، هو كان العقاب معظمه على المذاكره. يعني كان عندنا، احنا متربي في بيت المذاكره شيء مقدس. يعني خلال فتره الدراسه مفيش تلفزيون، بنقعد نذاكر. مفيش تلفزيون؟ يعني صح او غلط، كان وقتها كان كده. انا مع اولادي ما بعملش كده، يعني الجيل اختلف. بس وقتها كان المذاكره دي وظيفه بتعملها، ولما بتجيب درجه وحشه دي بتبقى مشكله. مش عارف يعني حوري الدرجات دي لوالدي ازاي، وكانت مشكله كبيره. وهو ده كان يعني فرحتي ما اجيب درجه كويسه، يعني حزني ما اجيب درجه وحشه. كان كلها بتدور حوالين الدراسه والامتحانات. انا عارف ان حضرتك ليك اخوك. اكبر ولا اصغر؟ دكتور ياسر محب اصغر مني بسنتين. كان في حته ان انت بتجيب درجات فانت مصعبها عليه؟ لا خالص. هو اللي هو مقارنه في البيت. لا. انا شفت عمرو جاب ايه. لا، احنا كنا شاطرين الحمد لله، وهو احنا مستوانا متقارب، واحنا الحمد لله شاطرين. يعني عمرنا ما طلعنا ملحق، عمرنا ما جبنا درجات وحشه الحمد لله. يعني كان حته التعليميه كنا متفوقين فيها بفضل ربنا. وياسر اخويا صاحبي، دكتور ياسر، يعني هو صاحبي واعتبره من زمان صديق الانتيم. يعني ياسر اقرب شخصيه وقت الطفوله يعني كمان. وما زلنا. طبعا وما زلنا ربنا يديم ما بينكم المعروف دايما، يعني اخوات. طيب احنا لما دخلنا ثانويه عامه، انا هروح معاك للموضوع ده على طول لان انا عارف ان القصص قدام شيقه جدا، فانا عايز اوصل لده بسرعه. احنا عندنا حته اولى ثانوي وثانيه ثانوي التخصص، هتقول بقى انا هخش علمي او ادبي. بالظبط. اخترت ايه؟ بص، حكايه يعني كنت وقتها كنت ميولي ادبيه. يعني كنت بكتب شعر وفرنساوي، وكنت احب اقرا قصص، وكانت ميولي ادبيه. مدرس حضرتك تعليم فرنساوي؟ كنت ليسيه مصر الجديده. كنت تعليم فرنساوي. وكانت المدرسة جنب البيت في مصر الجديدة، وكانت والنادي هناك، كان الدايرة هي دايرة حياتي كلها. كنا عندي ميول أدبية من وأنا صغير. بس طبعا كان حلمي أبقى أدخل كلية طيران، وكنت حابب حتى أكون طيار. فده بتخشها من طريق العلمي، فدخلت علمي.
انت داخل علمي اصلا ما اخترتش ادبي اللي هي ميولك علشان انت عايز تخش مجال الطيران. مجال الطيران، حابب مجال الطيران. بس بعد ما دخلت تخصصت بقى، وبعد يمكن حصل حاجه كده غريبه شويه. بعد ما وصلنا اجازه نص السنه، فكان التخصص من ثانيه ثانوي، كان تخصص ثانيه ثانوي وثالثه ثانوي ثانويه عامه، بس التخصص ثانيه. ده كان سنه 88 كان سنه 87 بقى 87 لقيت نفسي مش لاقي نفسي، لا مش في حاجه يعني. انا حابب الحته الادبيه، فاخدت القرار، فكرت واخدت القرار ان انا اغير. يعني انت في نص السنه، نص السنه بعد ممكن تحول من علمي الادب، من علمي الادب وباي باي طيران، طارت طيران. خلاص انا بقى قلت حاجه بحبها اكتر، وظهر حلم جديد بقى اللي هو موضوع الترجمه. كان عندي عشق لحته الترجمه واللغات، كنت عايز ابقى مترجم، وحتى كنت متارجت ان ادخل كليه اداب قسم فرنساوي عشان بعد ما اخلص فيه دبلومه ترجمه فوريه كنت عايز اخدها. بس مين اللي زرع جواك فكره الترجمه؟ يعني مش كل الناس اللي بتخش تعليم فرنساوي بيبقوا عايزين يبقوا مترجمين. انا والدي كان داس فرنساوي وكان مترجم، وكان مترجم شاطر يعني. والدي كان مترجم في وزاره الدفاع الفرنساوي، وزاره الفرنسيه. اها. ويمكن المصري الوحيد كان شغال في المجال ده. وزاره الدفاع الفرنسيه بيترجم جواه. طب معلش، هو بيترجم لمين؟ انا مش فاهم. بيترجم مع العربي فرنساوي انجليزي. أهو. فطبعا انا والدي هو بالنسبه لي نموذج، يعني هو المثل الاعلى في كل حاجه، على المستوى الشخصي وعلى المستوى العلمي ومستويات التدين وكل حاجه، والدي مثل الاعلى. فحبيت حته الترجمه دي قوي. والدي ما كانش متخصص ترجمه، بس كان مطلع جدا وكان شاطر، كان مستوى في اللغات كان كويس. فحطيت في دماغي ده، بس ما كنتش عايز اشتغل بقى في، عايز اشتغل مترجم في شركات، في حاجات كده. كنت حابب موضوع الترجمه وحولت ادبي. وادبي دخلت أدبي. وجبت مجموع كبير طبعا الحمد لله، ربنا كرمني ودخلت كليه انا عايزها، يعني دخلت كليه اداب، اداب فرنساوي. طب هسالك سؤال، انت كنت جايب مجموع لكليات اعلى من اداب؟ بس ليه مش ألسن؟ طيب هي جت كده، يعني انا كنت عايز ادخل اداب فرنساوي، والحمد لله الدنيا مشيت زي ما انا عايز، الحمد لله ربنا كرمني ودخلت اللي انا عايز ادخله. يعني الدبلومه اداب ده سؤال حلو قوي، ليه مش عايز اخش ألسن؟ انا كنت حابب الدراسه الادبيه اللي هي الادب والحضاره وكده، وكنت متارجت اداب فرنساوي. ألسن ليه؟ كان ممكن اخويا دخل ألسن، بس انا كنت عايز ادخل اداب فرنساوي ومجموعي جابها ودخلتها. تمام. دخلت بقى اداب فرنساوي. عايزين نتكلم شويه عن حياه الجامعه. انت برضو بتقول انا بحب المذاكره والبيت كبرنا شويه بقى. الشباب بقى كده في الجامعه برضو، واداب فرنساوي واداب برضو. كليه اداب يعني كعب العالي. دكتور عمرو ايه بقى في الشباب بتاعه؟ لا والله كنت برضو حاجه كده هاديه وفي حالي ونذاكر، كنت حياتي كلها برضو مذاكره يعني كنت بس كان بقى يعني بدا هوايتي بقى بكتب شعر، وخدت جوائز على مستوى المركز الثقافي الفرنسي، وكانت نشيل لي في الجرايد الفرنساوي والبروجري دي جيبتو كده. فكنت دي كانت هوايتي الادبيه. والرياضيه كنت بلعب شيش، كنت بلعب فريق الجامعه في نادي كنت بلعب في نادي، وفي نادي سلاح اللي هو السلاح المصري، وكنت بلعب في فريق الجامعه. وكان عندي طموح بقى انا اكمل بره، لعبت يعني المسائل هنوصل لها يعني. لما جيت سافرت كان موضوع الشيش ده برضه كان بيستهويني ولعبته، بس طبعا ما مش درجه الاحتراف يعني. لعبت بس ما جيت الدراسه، تركيزي في الدراسه خد اهتمام. الدراسه اولويه. طبعا على فكره مش اجبار، يمكن وقت احنا صغيرين لازم تذاكر، مفيش تلفزيون، بس احنا كنا بنحب المذاكره يعني، بنحب الدراسه يعني. والدي كتب الفرنسيه موجوده في البيت، الكتب الادبيه انا كان الاداب الفرنسيه كان عندي عشق يعني. انا كنت بره المنهج كنت اجيب كتب مثلا موليير وكتب الفرنسيه، اقرا لهم قصص تانية بره، ولافونتان، بتعرف عليهم واشوف صورهم، ما كانش يبقى انترنت والحاجات دي خالص. فكنت بجيب الكتب بستعيرها، وكنت بشتريها اللي اقدر اشتريه الموجود المتاح لسعره معقول. لو ما كانش بروح المركز الثقافي الفرنسي بستعير من المكتبه واتعرف عليهم واقرا حاجات ويمكن ده بيفرق بقى لما تيجي بتقدم ابحاث او كده بتحط البصمه بتاعتك. بس انا كنت بعملها مش عشان خاطر النجاح، عشان خاطر الشغف، كنت بحب الحته الادبيه دي. لما خلصت دراستك في الجامعه الاول ما فكرتش ان انت تبقى جوه الجامعه؟ يعني كنت متفوق وتكمل في الكارير. بس هي النقطه انا كان طموحي واضح من الاول خالص ان عايز اخلص واشتغل في الترجمه. بس في وسط طبعا حضرتك عارف الحلم بيتغير او بيتعدل. نضج اكتر، ادراك اكتر للحياه، متغيرات اكتر من نضج، ممكن متغيرات حصلت لك. فجي بقى كده عندي حلم ان اطلع اكمل بره بقى،
اكمل. عايز تسافر بره مصر؟ بره مصر. انا والدي الدكتوراه بتاعتي ماجستير والدكتوراه بتاعته مستر بونا، كان نفسي اطلع اكمل بره، وكنت هكمل برضه في مجال في تخصص ترجمة. بس بعد ما خلصت الكليه وكان في فتره بقى الجيش بتاعتي، وكان برضه في معهد لغات، فكان برضه في حته الترجمه. الجيش نفسه كان في معهد لغات؟ في معهد لغات، في حاجه اسمها معهد لغات للقوات المسلحه. فانا كنت بدرس فرنساوي، كنت مسؤول. يمكن غفلت نقطه كمان، ان انا في اولى كليه بقيت اشتغل في الاذاعه، يعني الطلبه المميزين كانوا بيطلعوا بيقدموا برامج في الاذاعه، كان في برنامج كده في البرنامج. قدمت برنامج اذاعي؟ بنقدم يعني، بنعمل فتره وكده، ومشيت في الموضوع ده. وده ما دخلت جيش، فبقيت مسؤول عن الاستوديو والتسجيلات وحاجات زي كده، فدي برضو قربتني من الحته الاعلاميه، يعني دي خلتني احب الحته الاعلاميه. يعني عشان كده بعد كده لما جه الخطوه اللي هنتكلم فيها، لما جيت دخلت مجال الصحافه، كانت من وانا صغير في المدرسه كان عندي شغف موضوع الصحافه، كنت بشتغل في الاذاعه وماسك اذاعه المدرسه وكنت حته الكتابه، وما جيت اشتغلت في برنامج اوروبي في الاذاعه، فاصبح حته الاعلام، بقيت اعلامي صغير او اعلامي مشروع اعلامي. فلما دخلت قوات المسلحه وفي فتره وعايز مش عايز اضيع الوقت، فعملت دبلومه الترجمه اللي عايزها، ما استنيتش لما اخلص، قلت اخدها سنتين واخلصها واطلع اكمل بقى. فخلصت سنه بالتوازي مع انت بتخلص كده دبلومتك وانت جوه الجيش؟ وانا جوه الجيش. اوكي، يعني انت طبعا واخد موافقات يعني. طبعا اكيد فاهم. طبعا بس انا عايز اقول ان انت ما بتضيعش وقت. ما كنتش عايز اضيع وقت بصراحه. هي خد بال حضرتك اللي انا بطلع منه من القصه ايه لحد دلوقتي، يعني مهما كانت الفرص كتير زمان وقت حضرتك في مرحلتك دي العمريه، هي مش زي دلوقتي. دلوقتي الفرص اكبر بكتير طبعا، والاتاحه اعلى بكتير طبعا. طبعا. فازاي من احتمالات فرص قليله في حد ما عارف ايه هانتنج، مفيش حاجه بسيبها. تمام، هو ده اللي بيكون الشخصيه، هو ده اللي بيخليك في الاخر ان انت تكون في البوينت اللي انت فيها دي دلوقتي، اللي انا اعتقد ان انت ما كنتش اعتقد انك هتبقى في الحته اللي انت فيها دي وقتها. هو اجتهاد وتوفيق ربنا. اجتهاد طبعا بسعي وتوفيق ربنا. يعني في ناس ممكن يكونوا احسن مني بكتير بس ربنا ما وفقهمش، او الطريق خدهم لمكان تاني. يعني لازم تبقى انت عارف عايز تعمل ايه، يعني لازم تكون متارجت حاجه معينه قربت منها، او ربنا حطك في طريق حاجه طريق مختلف، بتعرف ده دي 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 مشيئه ربنا، واكيد لمصلحه ربنا عارفها انت مش عارفها. بس خد بالك احنا عملنا 2 سويتش لحد دلوقتي. يعني في سويتش اولاني ان انا كنت عايز اروح الطيران، غيرت من علمي الادبي. وبعدين في سويتش تاني ان انا كنت عايز اسافر بره. انا في الجيش دلوقتي عشان اخلص وهعمل الدبلومه وبعد كده اسافر بره. طبعا انا عارف ان ده سويتش لان انت اوريدي ما سافرتش بره. انا اللي حصل بقى ان كنت خلصت اول سنه بتاعت الدبلومه مع الجيش، بعد كده فضل سنه بدرس فيها وقاعد فهشتغل. يعني انا بعمل سنه تانية دبلومه الترجمه وقاعد هشتغل. اشتغلت مترجم اول شغل بفرنساوي، وانا جيشي كان بستخدم فرنساوي وانجليزي، كنت بدرس فممارسه اللغه موجوده، فاشتغلت ما فقدتش اللغه. والدبلومه الترجمه يعني برضه اللغه. فاشتغلت مترجم في اتحاد الكاراتيه اول شغلانه خالص يعني. كان ده انت كده خلصت جيشك؟ اول شغلانه مترجم في اتحاد الكاراتيه. كان في بطوله العالم سنه 93 الفرق، وانا ترجمت فيها، وكنت بقى كنت حاجه صغيره كده ولسه اول حاجه، اول مقابله بقى للحياه. احساسك العمليه ايه؟ احساسك ايه كده وانت لسه شاب صغير ومفروض انك بتترجم ترجمه فوريه في مؤتمر صحفي او لا؟ ما كانش مؤتمرات صحفيه، كانت مترجمه للفرق، وكان كنت مذيع داخلي للماتشات، وبقدم فرق كذا في ملعب كذا في فريق كذا كذا، بنتكلم يعني بالفرنساوي مع بعض الانجليزي طبعا شويه بعد. ما كنتش عندك رهبه؟ لا، كان الموضوع جديد لسه طبعا، لسه بقى اضواء ولسه الموضوع جديد عليا، بس كنت حابه يعني، كنت حابه بس برضو عارف ان هي فتره يعني، انا متارجت حاجه تانية، حاطط في دماغي هدف تاني. السفر بر، احنا لحد دلوقتي احنا تارجتنا السفر بر. الى ان بقى جيت مره بفتح الجورنال الاهرام، لقيت بيعملوا اعلان عن الاهرام ابدو. احنا سنه كام دلوقتي؟ دلوقتي في اوائل 94 اوائل 94 كان في اوائل مايو، كان اواخر ابريل اوائل مايو 94. وافتح الجورنال لقيت جورنال جديد اسمه الاهرام ابدو. ابدو اختصار ابدو مدار يعني اسبوعي. في الاهرام الاسبوعي باللغه الفرنسيه اول جورنال، هو في مصر في جورنال واحد بس فرنسي اللي هو البروغري، بروغري ديجيبت، وده قديم من سنين طويله. فجورنال والله تجربه كويسه مروح. رحت قدمت وطبعا عرفتهم، قابلت رئيس تحرير،
يستحيل اديت السي في بتاعي، كنت لسه بقى كسبان بقى مسابقات في المركز الثقافي الفرنسي شاعر وكده، فتوجهت على طول على حته صفحه الادب. عشان موضوع الشعر. قال لك بيكتب ادب وبيعرف ادب، فدخلت. فانا راجل بكتب فرنساوي وحياتي كلها يعني الفرنساوي اقوى من العربي عندي بكتير وقتها يعني. فانا فاكر لا الجمله دي مش هفوتها، الفرنساوي اقوى من العربي بكتير. بشتغل وقتها، هو الفرنساوي على فكره كلغه اسهل من العربي، والانجليزي اسهل من العربي طبيعي. يعني طبيعي العربي لغه صعبه جدا. لو حد مش متعلم عربي يبقى بالنسبه له شيء صعب. بس بممارسه بشتغل بفرنساوي، بترجم فرنساوي في الاذاعه بفرنساوي، فالفرنساوي اقرب لي في الحياه العمليه اكتر من العربي. في الحياه العمليه في الحياه العربي. ف وصلنا في نهاية وقت محدد. احنا وصلنا ان انت دلوقتي رحت لقيت الاعلام في الاهرام ابدو. تمام. وانت بقى رايح هناك تقابلهم، وده كده تاني جورنان بيفتح بالفرنساوي في مصر بعد لوبروجريب ايجيبسيان اللي هو من زمان. فوجهوني لصفحة الادب، فروحنا هناك رئيس قسم الادب استاذ وائل فهمي الله يرحمه، اديتني كتاب كده خالتي صفيه والدير، حتى قالت لي اسمه، قالت لي انزل جيبه من المكتبه واعمل دي روايه مشهوره اتعملت مسلسل بعد كده. ده كان قبل المسلسل كمان. قبل ما يتعمل اعمل تحليل ادبي وبتاع. فجبتها واقراها، موضوع مش بتاعتي خالص، فما رحتش. قلت خلاص قلت بقى هشوف اخليه بقى مركز في الحامل وهسافر. ايه يعني ما عجبكش يعني؟ لا مش هعرف، صعب. انا ما بعرفش اعمل تحليل ادبي، مش حتتي يعني، مش متخصص فيها. فلقيتهم كلموني تاني، شافوا حته بقى اللي في الشيش وبلعب شيش وكده. فأبي طب تعالى لعبة شيش اللي هي السلاح، السلاح شيش، السلاح شيش تمام. هو في إيبي وفليري وصابرة، كنت بلعب فليري يعني تلات أنواع. تلات أنواع في اللعب، في اللعبة. فروحت هناك وأبي طب تعالى في صفحة الرياضة الرياضة وبقى من أول يوم كتبت، وكانت متعتي بقى يعني. زمان كنت بحب الرياضة، طبعا كلنا بنحب الرياضة، بس بقيت أكتب فيها وكملت فيها بقى لغاية يعني سنين. وطبعا حلم السفر فلت اجل فيه لغايه لما عملت دبلومه في كليه اعلام في الصحافه، وكملت في حته الصحافه بقى يعني. سبت بقى خلاص، انا هبقى صحفي بقى، هبقى صحفي رياضي صحفي. وبكتب في مصر باللغه الفرنسيه. تمام. انا في وقت المدرسه ما كنتش بلعب كوره، بس كنت بدير كوره، بمعنى يعني انا كنت بلعب، ما بلعبش كويس، بلعب عادي، بس كنت برتب الماتشات، بنظم يعني، كنت اداري من وقت كنت في مدرسه يعني. نزل عندي فرقتي. لا ثواني ثواني، ده احنا كده بقى كمان رايحين لللاين الاداري. من ايام المدرسه، من ايام مدرسه، من ايام مدرسه كان عندي معروف عندي فرقتي وننظم ماتشات ونروح نلعب. انا كنت بنظم افضل ما بلعب يعني، بلعب بس عادي، بس عندي في فرقتي بتلعب احسن مني، بس انا حته الترتيب والتنظيم دي بحب اعملها مع الحته الاعلاميه. قلت حاجه في الاذاعه، فلقيت ضليتي في حته الاعلاميه لما اشتغلت في الصحافه، وفعلا كانت متعه. انا لغايه النهارده انا بعمل حاجات كتير، لما بصنف نفسي انا صحفي، وتعلمت في الصحافه حاجات كتير فادتني في حياتي وفي اي شغل اشتغلته. انا عايز اقف عند الحته دي، اتفضل. انا عايزك تقولي بعض الحاجات اللي انت اتعلمتها من كارير الصحافه. اول حاجه انك تدور على الحقيقه، وانك تكتب صح، وانك تبقى حتى في المقال ان يبقى في سؤال بتساله وتجاوب عليه. وانا جيت اشتغلت في الفيفا مثلا، الريبورتات اللي كنت بعملها كنت كاني بعمل مقال صحفي، بحط صور وبحط بعمله متكامل، وده كان السبب ان شغلي كان كويس وترقيت في شغلي في الفيفا، لان كنت بطبق خبراتي في مجال الصحافه مع الفيفا. فالصحافه متعه، ان الحاجه يكون عندك فكره كده في دماغك، فكره مقال او تحقيق، وتنزل ارض الملعب تتكلم مع لعيبه، او تتكلم مثلا تروح مركز شباب تتكلم مثلا في ليه في مشكله معينه، وتصور وتوصل لحل وترجع وتنشره، ويبقى في فيدباك الناس تيجي تتكلم معاك فيه، متعه. مع ان الوقت ده ما كانش في انترنت، بس كان الناس بتقرا الجرايد اكتر. الجرايد اكتر طبعا، الورقي المطبوع يعني. انا انسى ما انساش ان اول مقالات اللي عملتها ما كانتش في رياضه، لكن عملنا حاجه تحقيق على مستشفى مجانين. لو العربي طبعا، ده بالفرنساوي. لا برضه دخلنا. لا ثواني بس، اصل انت قلت كلمه خطيره دلوقتي. انا طبعا موضوع مستشفى المجانين ده مش هفوته، بس عايز اعرف ازاي لما بتعمل تقارير كده بتلاقي ناس كتير بتتفاعل معاها، مع ان انت بتخاطب شريحه قليله جوه مصر اللي هي بتتكلم اللغه الفرنسيه، غير لما تكون صحفي بتكتب بالعربي جوه مصر، فالانتشار اوسع. انا عايز افهم الحته دي. ما الشريحه دي بتقرا لك يعني، مدارس فرنسيه والجامعات كانوا يجيبوا الجورنال ويترجموا منه، فانت في ناس بتقرا علاوه انت بقى يعني الوسط اصلا بتاعك، الوسط بتاعك كده. يعني انت متفاعل معاهم، مش بنفس انتشار الجرايد العربي طبعا يعني. اكيد. انا بعد كده في مرحله يمكن بعدها بسنه يعني، بدأ من سنه 95
بدا كام ده. انا اول يوم دخلت الاهرام ابدو وعملت الانترفيو كان يوم 9 مايو 94، ما نساوش ابدا 9 مايو 94. بعدها بسنه بقيت اكتب في الاهرام اليومي في صفحه الرياضه مع استاذ حسن مستكاوي. استاذ بالمناسبه يعني في اسمين ليهم دور كبير في حياتي او ليهم فضل كبير عليا في حته الصحافه الرياضيه، استاذ ابراهيم حجاز الله يرحمه، الله يرحمه طبعا، واستاذ حسن مستكاوي بادي دكتور بادي صح. يعني دول يعني جم مش هقول تبنوني بس كانوا مؤمنين بشغلي. واستاذ ابراهيم جابني كده وقال لي يا ابني انت بتكتب كويس. انا كنت بكتب في الاهرام اليومي واداني باب في الاهرام الرياضي اسمه الرياضه العالميه في اسبوع اكتب اللي انا عايزه، يعني في اول كان اول اربع صفحات في المجله. وطبعا استاذ حسن مستكاوي كان كنا بنكتب في الصفحه الاخيره في الاهرام الجمعه هنتكلم عنهم طبعا لان واضح ان هم لهم دور كبير مع حضرتك. طبعا ما زال لغايه دلوقتي على تواصل بيه وباخد رايي في حاجات ما يكون في حتى حاجات في الشغل بعيد عن الصحافه باخد رايه، وانا بحترم رايه جدا وليه رؤيه كده وبحب اتكلم معاه. التحقيق عن مستشفى المجانين انا كان شكلي صغير، انا كنت شكلي صغير كان شكلي ما يديش سن يعني، فدخلنا عملنا وما زلت على فكره ده كويس الحمد لله ربنا يديك الصح. دخلنا كنت في الروتر اكت وانا صغير وكده، فدخلنا عملنا تحقيق عنها تبع روتر اكت وعملنا تحقيق. ايه الروتر اكت؟ نوضح بس عشان انا مش عارفها بصراحه. الروتر حاجه تبع الروتري يعني بتعمل اعمال خيريه وكده. تمام. فدخلنا مستشفى مجانين زمان، ده بقى زمان سنه 95 تقريبا 94 95، وعملنا تحقيق بقى. كان ما كانش في بقى مباريات بتصور، لازم تصور بالكاميرا بقى. فروحنا عملنا تحقيق صحفي ورجعنا بقى وديته للجورنال بقى. فاكر حبيبي برافو عليك كسرت الدنيا، رئيس التحرير بقى اديني كلمتين قال لي اللي بتعمله ده مدرسه صحفيه يعني سيئه ومحدش يخش كده. وانا فاكر بقى انا عملت بقى خبطه صحفيه بقى، قال لي لا انا المفروض لما تكون عايز تعمل تحقيق صحفي بتخبط على الباب وتقول لهم انا عايز اعمل تحقيق صحفي. وانت رحت المستشفى بشكل مفاجئ، بشكل مفاجئ، ولا تصاريح ولا اتفاق ولا تبع روتر اكت بعمل بقى يعني حاجه بتشوف بقى من الافلام بقى من الحاجات دي. ويمكن ده كان اول درس تعلمته استاذ محمد سلماوي. استاذ محمد سلماوي رئيس التحرير السابق قال لما تحب تخش حته بتخبط. طبعا عملنا الموضوع بشكل مختلف تماما، بس اتعلمت ان في اداب معينه في الصحافه، اثكس، اثكس اخلاقيات معينه. بس ما نساهاش يعني دي من الحاجات اللي من النوادر اللي ما نساهاش. طبعا ما حاجات كتير عملتها يعني في خلال مشواري الصحفي الطويل ده، عملت لقاءات مع ناس كتير. اشهر لقاء انت عملته مع حد وانت دايما معتز باللقاء ده؟ معتز لا، عملت حاجات كتير مع ناس كتير. ممكن عملت تقولي اتنين او ثلاثه. عيسى حياته، عملت مع عيسى حياته رئيس الاتحاد الافريقي. وعملت مع احمد رئيس اتحاد افريقيا اللي بعد منه. عملت كتير صعب افتكر. طبعا عملت مع حسام حسن كتير قوي طبعا، ايام كان وما زال طبعا، ايام كان لعيب لسه ما كانش بقى مدرب. مع هاني رمزي، مع ميدو اول ما سافر ميدو، يمكن عملت مع ميدو قبل يعني اول ما راح اياكس ورجع في اول اجازه عملت مع انترفيو كان انا فاكر ده. بس طبعا كان مساحه القرايه يعني ضيقه، ما كانش ناس كتير بتقرا يعني بالفرنساوي، كل ده بالفرنساوي، ما كانش بيترجم، ما كانش في مواقع. انا فاكر ان اول واحد في مصر اكتب عن كريستيانو رونالدو اول إيه كنت بجيب اهرام الفرنس فوتبول والاونز وبجيبها واشتريها. كان بنروح نجيبها من مكتبه كده في الكوربا قليل. انا مانشستر يعني حتى بحب مانشستر جدا جدا. هو اي تيشرت احمر وخلاص ولا ايه؟ لا ما ارسنال احمر بس ما يعني مانشستر. بس لا احنا عندنا حته كده يعني شويه ابيض كده من على جنب. فانا عملت عنه اسف اول ما راح مانشستر يونايتد عملته حاجه عنه، وكان لسه حتى وانا حتى كان معمول عنه تحقيق صغير كده في فرانس فوتبول ان بابا سماه كريستيانو عشان بيحب كريستيانو رونالدو عشان رونالدو الظاهره طبعا رونالدو دليما. يعني كان في حاجه كده وعن كتبتها كان لسه مستغربه. بعد كده شفته بقى كنت سعيد ان اول واحد اكتب عنه يعني في مصر يعتبر في السياق ده. انا هرجع عشان انا فاكر السياق. انا بشجع مانشستر بس طبعا كلنا متعاطفين مع ليفربول عشان صلاح يعني كلنا بنشجع حاجه مع يعني مع ليفربول. والله بص انا اقول لك على حاجه، انا بشجع ليفربول، انا بشجع ارسنال. و اوكي في جوايا تعاطف مع صلاح يعني ايه يعني ليفربول بيلعب لو اتغلب 3-2 تمام عادي، بس انا نفسي صلاح اللي جاب الجونين. ليه بقى؟ احنا كنا جايين قبل صلاح
احنا كده يعني احنا بالنسبه لنا يعني ايه الكوره او لعيبه محترفين قبل صلاح؟ اجمع لمسات فلان، احنا كنا بنتفرج له على نص دقيقه لمس الكره 3 مرات، نزل اتبدل خد انذار، الحمد لله شفناه في الكادر خد انذار ايا كان هو ايه، مش هو الاسامي طبعا تمام. يمكن اللي كان كسر ده شويه هو احمد حسام ميدو اكتر حبتين 3-4 وراح انديه كتير. حسام غالي شويه في توتنهام، حسام غالي طبعا شويه بس ما فيش استمراريه. محمد صلاح لعيب اساسي ما راح طبعا بالتحديد فيرنتينا وبعد كده روما وقبل كده بازل، بس ما كناش متابعين دوري سويسري فمش واضحين. تشيلسي عدى 10 دقايق كده يعني يعني مورينيو بيقول مش انا اللي مشيته بعد كل الكلام ده. الفترتين دول دوري ايطالي برضو مش متابع قوي. ليفربول بقى احنا كنا بنتفرج دوري انجليزي مع الفضائيات مع الدنيا يا جماعه، لا احنا مش بنشوف ملخص لمساته، ده هو الفرقه مبنيه عليه. ايه ده ايه يا جماعه، ده بيجيب جون كتير قوي. فبدانا احنا كلنا نروح لمحمد صلاح، الناس راحت ليفربول بالتبعيه، انا مش قادر اروح لليفربول بالتبعيه يعني غصب عني، لان انت مش بس واحد بيلعب 90 دقيقه، ده واحد من افضل 3 لعيبه في العالم ساعه طبيعي 2019 ولولا يعني منتخب مصر يعني ما وصلش، ما وصلش ابعد شويه، كان ممكن هو طبعا يعني مودريتش عشان وصلوا فاينل، ومودريتش انا مش شايفه افضل من صلاح يعني. يمكن في الفتره دي حتى كان صلاح كان مكسر الدنيا، في الفتره دي كان مكسر الدنيا. انا ليه رايي كده في موضوع احسن لاعب في العالم ده؟ رايي غريب شويه، وبعدين برضه نستفيد من الحكايه دي. انا عارف ان حضرتك يعني متصل شويه مع صناع القرار في الفيفا يعني، فنقول ده احسن لاعب في المطلق هي مقارنه مش منطقيه، لان احسن حارس مرمى ما ينفعش يقارن باحسن مهاجم. ليه ما يكونش احسن لاعب كل سنه هم 11 لاعب؟ ومش قصدي التشكيل بتاع الفيفا ولا لا، هم دول احسن 11 واحد كل واحد في مركزه، مش شرط يبقوا 11 يعني. مثلا لو في 2 مساكين تمام، فاحنا هنختار احسن مساك، مش شرط يبقى التوتال 11. لو المركز فيه منه لازم 2 في الملعب يبقى تمام. لو في 6 مركز 6 رودري مثلا مانشستر سيتي، عشان انا من رايي ان ده اجمد واحد فعلا في العالم دلوقتي يعني، فيبقى نختار كذا. لكن انا النهارده ليه انا بظلم رودري مثلا؟ ليه اديها ليه جورجينيو مثلا في السنه بتاعت ايطاليا اللي هي ايطاليا خدت بطوله اوروبا وعملت العمايل وكان بيلعب وقتها مع سيتي خد كل البطولات، ما خدش حاجه، ما مش هو احسن لاعب في العالم؟ هو هي بص، دايما انا بحس ان في حته ظلم، او هي حته فوت، هي فوت يعني، هو تصويت، ما نصوت نعمل تصويت، بس في 6 تصويت، فين احسن راس حربه 9؟ فين احسن جناح؟ فين احسن صانع لعب؟ فين احسن وجهه نظر؟ بس هو في الاخر لازم يطلع احسن، لان هو الفكره خلاص. يبقى اي واحد عشان كده اي واحد النهارده بيخش يدخل ابنه يلعب كوره، سي ابنه ده هيتصنف ديفندر او مساك او في النص اللي ورا، انت مستحيل تبقى احسن لاعب في العالم خلاص، شكرا. نوي اصل الاكسبشن الوحيد في الحكايه دي كان هو مره حارس مرمى، واي ثينك يعني ان هو كان اوليفر كان باين في بطوله كاس العالم 2002 لو انا يعني الذاكره مش هو دايما المهاجم او بوفون برضو في مره تانية المهاجم دايما يعني بيبقى اظهر او اوضح، هو اللي بياخد اللقطه، بياخد اللقطه الجون طبعا. بس هي نقطه تشجيع ليفربول ده حاسس انه واجب وطني يعني، واجب وطني والله انا احساس يعني ما ينفعش ما اعرفش يعني انا كده خاين من وجهه نظري، انا اسف ما اقصدش لا والله انا بهزر، لا 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 طبعا. هو بس النقطه ان يعني ابن بلدي وبيلعب حتى اتفرج عليه يعني، هو فخر لينا كلنا يعني، انا متشرف طبعا. هو نفسه تجربه نجاح ملهمه بكل المقاييس، والناس اللي بتحاول ان هي تحلل قوي اصله بقى بيعمل ايه، اصله كان ايه، اصله مش عارف ايه، الاجابه انت مالك، خد النموذج اللي انت شايفه في الاخر وامشي على خطاه في شغلتك، حتى لو كانت شغلتك دي كاشير في شركة أولاد رجب يعني، خد الكونسبت مش مهم. هو ملهم لجيل كامل يعني، هو على السقف الناس كتير قوي يعني. بالظبط يعني الناس ما بقتش خايفة، لا انت ممكن في يوم تبقى يعني، كان بيقولك لا العرب ما ينفعش، لا انت ممكن تبقى في كل حاجة يعني. زمان كان بيقولك المغاربة والجزائريين والتوانسة أشطر مني يعني، لا انت عندك حد وصعب يعني، بص يعني عشان حد يوصل ليوصله محتاجة مجهود كبير. هي كلمة السر برضو مع الجماعة المغاربة والتوانسة كانت اللغة، اللغه والمعايشه، اللي عايشوا فتره بره يعني، كتير قعدوا فتره بره يعني. ويعني انا شايف ان صراحه اتمنى يتكرر، بس هو ظاهره زي جورج وايا ما ظهر كده في ليبيريا، بيطلع لك كده ما ظهرش، ما فيش وايا تاني ظهر يعني، انا ولدت رئيس جمهوريه بس ما ظهرش لعيب بموهبته
زي نبي كده مثلا في غينيا. في غينيا انا حاسس ان يعني اتمنى يا رب، بس لو هيبقى فيه ما اعتقدش هيبقى في يعني في اليومين والله اللي انا بتفائل بيه، وان شاء الله عمر مرموش دلوقتي يعني هو كويس، بس مش يعني مش عارف يعني بعيد بعيد. بص هقول لك على حاجه، بعيد. عمر مرموش في نادي في المانيا اسمه فولفسبورج اي ثينك يعني تقريبا لو الاسم صح. هو بيفكرني شويه ببازل السويسري، بمرحله صلاح في بازل، مع نفس المرحله العمريه تقريبا. بس مرموش مش صغير في السن، مرموش يعني صلاح بدا اصغر، وصلاح يعني صلاح الظروف خدمته يعني الفتره قعدها في فيورنتينا في ايطاليا، الماتش بتاع يوفنتوس اللي خد الكره من الجون للجون دي يعني قلبت الدنيا دي، وربنا كان موفقه. وحتى ما راح روما كان مكسر الدنيا. خد بالك في لقطات بتفرق، لقطات مضيئه بتفرق في حياه اللاعب وفي حياه كل واحد فينا في حياته ايا كان، حتى ايه شغلته ايه كاريره. ممكن مرموش مثلا يختصر كل قصته في الحكايه دي في ترانسفير لبرشلونه ويقعد، وبعدين تيجي ظرف من الظروف فيلعب لان مكانه مش في حد مصاب مثلا، وبعدين هوب ماتش مدريد هوب يجيب جونين، فتلاقي كل حاجه ببروزت. انت الكره برضو بنت لذينه، بتودي بسرعه وبترجع بسرعه. أتمنى. فانا اتمنى له يعني ده، اتمنى بس اتمنى. وخد بالك برضو صلاح بيشتغل على نفسه، يعني كان في الاول ضعيف، دلوقتي بدايه بيخش التحامات وقوي لا هو بيشتغل على نفسه. انا حضرت كان ليا يعني الحظ ان انا حضرت ماتش ليه في مع بازل في سويسرا. كنت مع الفيفا في ميشن هناك، وودونا حضرنا ماتش في بازل. يعني كنت سعيد جدا اشوف علم مصر في المدرجات عشان خاطر صلاح. كان في نني كمان بيلعب ولعب نني معايا طبعا، بس صلاح كان نجم الفريق، يعني كان هو هداف الفريق وكان نجوم الفريق يعني. نرجع بقى للصحافه. انا عارف الكوره هتاخدنا يعني، احنا لو اول ما نوصل للكوره انا عارف مش عارف نرجع لحاجه تاني. التجربه طبعا احنا دلوقتي جوه الصحافه جوه الاهرام ابدو، عملنا كذا حاجه، وقلت لي حضرتك ان استاذ ابراهيم حجازي الله يرحمه واستاذ حسن الاثنين اتبنوك، فعايزك تقول لي ادوار معاك او مواقف ليهم معاك ما تنساهاش. يعني فكرك لسه يعني فكره انت واحد لسه صغير ولسه يعني حتى قبل ما يخش انتخابات الصحفيين ويديك تكتب هات مقالات وهات هنشر لك يبصوا حلو قوي. وفي برضو حاجه انا ما انساهاش برضو يمكن غفلتها، عشان هتلاقي حاجات كتير زحمه كده في حياتي في الشغل. استاذ حسن مستكاوي كان ليه دور ان انا اخش الكاف. الكاف اللي هو الاتحاد الافريقي لكره القدم. يعني انا في يوم من الايام كنت كاتب مقال انا فاكر، واراه استاذ مصطفى فهمي، مهندس مصطفى فهمي كان وقتها السكرتير العام للاتحاد الافريقي، وكلم استاذ حسن مستكاوي ويكلمني ندهني حتى كلمني عمرو المقال المزان. كان بيتكلم عن ايه؟ كان طبعا زمان قوي مش فاكر، بس انا فاكر كان حاجه كوره يعني. وكان بيدوروا على كان عندهم فيكن جيزم جين توفى قريب ربنا يرحمه، كان ماسك مدير عام، هو مصري الماني وكان ماسك مدير العلاقات العامه والاعلام، وكان وقتها كان المقر لسه في الزمالك، كان كلهم موظفين كلهم 14 واحد حاجه كده، فكانوا عايزين يكبروا الديبارتمنت بتاعه القسم بتاعه، وكان عايزين يجيب حد يمسك الاعلام تحت منه وحد يمسك العلاقات العامه. ولما قرا المقال بتاعي كان اللي هو مكتوب بالفرنساوي فاستاذ حسن كان استاذ حسن وقال انا عايز في واحد كاتب مقال حلو عايز اقابله. اللغه كلمه السر يا استاذ. انا في حياتي كلها الفرنساوي بالذات لغه كلمه اللغه الفرنسيه، كل بفضل ربنا سبحانه وتعالى كل خير حصل لي او كل انجاز حصل لي كان بسبب الفرنساوي. الترجمه بالفرنساوي، الصحافه بالفرنساوي، الفيفا بالفرنساوي، الاتحاد الافريقي الفتره اشتغلتها بالفرنساوي. كل اسمعوا يا جماعه، انا اسف اسمعوا يا جماعه اللغه، يا جماعه اللغه، انا بقول لكم انجلش، انا لما بتكلم معاكم في المحاضرات بقول لك انجليزي عشان تعرف تتكلم مع كوكب الارض. كوكب الارض بيتكلم انجليزي، فما بتعرفش تتكلم انجليزي يبقى انت عندك مشكله، مش عارف تعمل تواصل مع الناس. لغه تانية بقى بعد الانجليزي يبقى انت كمان دخلت في الكاتيجوري انك بتخاطب فئه انت هنا مميز، ما مش اي حد بيتكلم اللغه التانية دي ايا كانت هي، سواء المانيا فرنسا وات ايفر يعني. ف التجربه هي بص حياتك الحياه وسوق العمل زي كانك رايح واخد معاك اسلحه او بتسلح داخل، يعني انت منافس، انت في وظيفه واتنين متقدمين لك، بتشوف مين اللي اجهز او اللي عنده امكانيات اكتر من التاني، بتتسلح بحاجه اكتر، معاك لغه، واخد حاجات متخصصه في الكمبيوتر، واخد حاجات مطلع بشكل واخد دلوقتي الذكاء الاصطناعي والحاجات، لازم انت مطلع وعارف عشان تبقى تاخد فرصه افضل من غيرك. انا الفرنساوي بفضل ربنا في الفتره دي فادني جامد جدا.
ورحت قابلت باشمهندس مصطفى فهمي واشتغلت في اتحاد افريقي، وكانت برضو كانت تجربه جديده عليا. كنت ماسك الاعلام، كنت بطلع كتيبات ومجلات وكده، وحضرت بطوله افريقيا سنه 96. قبل البطوله انت قلت لي استاذ حسن هو اللي رشح حضرتك انك تبقى؟ لا العكس، هو باشمهندس مصطفى فهمي كلم كابتن حسن مستكاوي، وجه لقيته مره بيكلمني بيقول لي في واحد مستنيك في الاتحاد الافريقي بسكرتير عام عايز يقابلك، تبقى فاضي امتى؟ فما كانش في موبايلات وقتها. قلت له ماشي، قلت طب هكلمه وارجع لك. فقال لي يوم كذا ساعه كذا، فروحت وعملت معاه انترفيو ونجحت وعجبته واشتغلت. اشتغلت فتره معينه لغايه لما جه تعيين الاهرام. جيت تعينت في الاهرام بقى، ما كانش ينفع ابقى اشتغل شغل في مكان تاني لان في حضور وكده، لوائح بقى لوائح. فاشتغلت بس الفتره الصغيره دي استفدت منها كتير جدا، استفدت منها كتير جدا شغلي في المجال. اول اتعرفت على فرق، وتعرفت على الاسامي الفرق، وتعرفت المعلومات واسامي اللعيبه، وقابلت ناس المدارك وسعت اكتر، وعرفت علاقاتك الأعلام كمان وعلاقات، وفادتني طبعا جدا يعني. وعرفت عيسى حازم بشكل شخصي، وجيت بعد كده حبيت اعمل معاه انترفيو، كان يعرفني يعني. وما بعت، كنت عارف ان هرجع تاني بس مش عارف هرجع في ايه. انت بعت اصلا ليه؟ عشان جه موضوع التعيين بتاع الاهرام. كان بتاع الاهرام تمام. يعني الفكره انك بعدت عن الكوره يعني، او بعدت عن الاتحاد الافريقي. الاتحاد الافريقي اوكي، بس فضلت بكتب في الرياضه في الاهرام. وبدات بقى اتميز. بس حصلت قبل ده بشويه صغيره، قبل 96 كان في 95 مصر نظمت كاس العالم للناشئين اللي هي كانت 97 او 97 95 97 97 95 مصر خدت التنظيم. ورحت قابلت باشمهندس مصطفى هشام عزمي في مصر الجديده، واتكلمنا على الملف وكده، وتعرف عليا وما جه اتعمل ملف خدني معاه في الحته الاعلاميه. واشتغلت بقى، بقيت ادخل بقى في حاجات في بطولات وكده. لما اتعملت البطوله كنت ماسك الحته الاعلاميه بالفرنساوي اللي هو النشره والترجمه وكده، وبدات ادخل بقى اتعمق في مجال الرياضه. وفي 99 كان في كاس العالم للهاندبول في مصر. طبعا انا فاكرها دي كويس، انا كنت حاضر في الاستاد ماتش دور الثمانيه لما كانت مصر بتلعب روسيا. احنا في اول خمس ثلاث دقائق كانت النتيجه 7-0 لروسيا. المانيا؟ لا روسيا. روسيا لا، اول خمس ست دقائق احنا نتيجه 7-0 لروسيا، وانا احنا عايزين نجيب جون بقى. انا فاكر الماتش ده كويس جدا، عمري ما انساه. كنت جاي من سفر لان انا مش من سكان القاهره. وكنت طبعا فريق الهاندبول عامل شغل جامد، وكنا تقريبا في بطوله العالم اللي قبلها كنا مظلومين، وكنا منتخب فرنسا كان مخرجنا كده، فكنا متحمسين قوي. وكنا بقى قلنا هنروح بقى، بس خسرنا الماتش ده. كان دكتور حسن مصطفى وقف اربع لعيبه قبل البطوله عشان مش خرجوا المعسكر او حاجه كده. كان لعيبه تقال، كان ايمن صلاح تقريبا بفتكر، كان لعيبه تقال. انا فاكر البطوله كنت شغال فيها بقى في المجال الحته الاعلاميه، ماسك النشره كامله بقى، تبقى اتقل تاخد حاجات جامده بقى، حاجات جامده. الى ان مصر كانت بتلعب خدت بطوله افريقيا في بوركينا فاسو لكره القدم مع كابتن جوهري 90. البطوله الاول بطوله يشفروا فيها القنوات، حاجه تفتكر كان فيها مشاكل. وكان الماتش يعني. كانت الماتش بطوله في المكسيك. فكان فرق التوقيت، احنا متفرج على ماتش الفجر صح باللي متاخر. وجت مصر اتغلبت السعوديه الماتش الشهير وخرج. كان في 2-2 بوليفيا باين او المكسيك 2-2 بوليفيا وحاجه كده، قالوا اكسجين ومش عارف قالوا. وبعد احنا تعادلنا ماتشين وبعدين خسرنا بالسعوديه 5-1. واطرد مدحت عبهادي في الماتش ده، وحازم امام طرد. وحازم امام الطرد الوحيد في تاريخ حازم امام مع المنتخب، وكان في عليها كلام يعني. مش هنتكلم الماتش القديم. لا حصل بقى، حصل خلاص. فاللي حصل كابتن جوهري مشي وجابه مدرب فرنساوي اسمه جيرار جيلي. عشان انا عارف القصه اللي انت هتقولها دي يا جماعه. احنا في الفتره دي مصر كانت جامده جدا، كنا خارجين من بطوله الامم الافريقيه 98 وعاملين معجزه في بوركينا فاسو، وبعد كده رحنا لعبنا كاس العالم للانديه اللي في المكسيك للمنتخبات كاس العالم للمنتخبات. صح تمام. وبعدين مشي كابتن محمود الجوهري الله يرحمه. ف الخساره بتاعت كابتن محمود الجوهري ان هو يمشي في التوقيت ده، الشخص الوحيد في مصر اللي استفاد منها هو قاعد معانا دلوقتي. يعني ما استفدتش طبعا، يعني وقتها. يعني لحياتك بعد كده الكاريرك هي فرقت في حاجات كتير الفتره كلها بقى. بص القصه كلها، في جابوا جيرار جيلي. جيرار جيلي ده كان مع مارسيليا، وصل الدوري النهائي فرنساوي.
وكان تجربه جديده نجيبوا حارس مرمى. كان حكايه حارس مرمى يدرب دي كانت غريبه شويه. جابوه هو جيلي اصلا فرنساوي سوري حارس مرمى جول كيبر. مرمى كان جول كيبر وكان معاه الاسيستنت بتاعه البير ايمون كان شغال معاه في مارسيليا. وجم وكانت فتره كلها مشاكل الفتره. انا رحت اول حاجه عرفت كان الباشمهندس هشام عزمي بقى ده يمكن عمري ما انساه اللي عمله عشان ان هو كان عضو مجلس اداره وقتها ومن الناس اللي عملوا الانترفيو عضو مجلس اداره في اتحاد الكوره. اتحاد الكوره انا كنت قابلته قبلها في 95 قلت حياتك لما قال لي معايا في البطوله وكده وتعرفت عليه بقى بقينا مثلا نتكلم يعني قابله في بطوله سلم عليه. هو بصراحه ايقونه يعني راجل بيتقن لغات فرنسيه وانجليزي وشاطر وفي الفيفا انا فاكر حتى يوم اداني قلم الفيفا كده وقت كنت رحت اول مره قابلته اداني كان سوفينير انا بقى ماسك قلم عليه الفيفا دي كانت حاجه كبيره وانا كنت صغير يعني. ففضلت محتفظ بيه فتره يعني. فما جيت عملت انترفيو هو عارفني وعمل انترفيو عمل انترفيو يعني كان انترفيو وكان انا فاكر حتى كانت السلكشن كان الاختيار كان عدد كبير فضلنا نقل 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 قللوا مجموعه لغايه لما فضلنا اخر خمسه وروحنا عملنا انترفيوهات وعرفت الانترفيو عشان ايه؟ اخدوا لي مترجم بقى لمنتخب مصر مترجم لمنتخب مصر اللي هو مع جيلي مع جيلي طبعا كان بالنسبه لي حلم يعني بالنسبه لي حاجه دي كانت نقله بقى غريبه يعني كانت نقله بالنسبه لي ابقى مع اللعيبه اللي انا بعمل معاها انترفيوهات وكان بالنسبه لي حلم بس ما كنتش متشبث بيها او جت ما جاتش الحمد لله انا ماشي كويس في الاعلام. فالمهم عرفت ان نجحت وقبلت بس ما كلمونيش. عرفت مش دي مكالمه استاذ مش دي مكالمه كابتن محمد يوسف؟ لا لسه ماشي. كابتن محمد يوسف كان لعيب وقتها ما انا عارف. عرفت نجحت بقى كده جابوا مترجم في اتحاد الكوره يشتغل شغل يعني فقلت خلاص مفيش نصيب. وطبعا ميك سنس واحد شغال في اتحاد الكوره موجود انت بقى في اعداد وجهازات ممكن يبقى وانا صحفي اقرب للدايره وانا صحفي ممكن يبقى قلقانين فخلاص. جه ما وافقش وعرفت مترجم غلطه الراجل قال لك لازم عايز مترجم فعادوا انترفيوهات تاني وربنا كرمني وطلعت الاول تاني وخدوني. ويمكن المكالمه دي مكالمه كابتن علاء عبد العزيز اللي كان مدير اداري المنتخب وقتها كلمني فكان 2 ديسمبر سنه 99 انت فين يا ابني انت بتعمل ايه؟ قلت له انا اتخذت المفروض معسكر بكره الصبح انت ما حدش قال لك انا طب تعالى انت تيجي بكره الصبح ده عندنا معسكر في الاسماعيليه. نقله مش مستعد. رحت مكلم مين بقى؟ مين متبنيني؟ استاذ ابراهيم حجازي الله يرحمه. كان عضو مجلس اداره في الاهرام. يا استاذ ابراهيم حصل حاجه كذا 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 ايه اوعى تفوتها دي فرصه كويسه انا قلت لك شاطر. قلت له طب انا اعمل ايه؟ انا في الشغل حضرتك انا عندي شغل الصبح اجازه ولا حاجه. قال لي بقى سيبك انا هكلم ابراهيم استاذ ابراهيم نافع. روح انت مالكش دعوه كلم رئيس التحرير كان استاذ محمد سميع هكلم ابراهيم روح انت بس عايز حاجه كلمني. فروحت بقى انا سلاحي فرنساوي بتكلم فرنساوي كويس جدا ملم بالمصطلحات الرياضيه كويس جدا شغلي فاهم وعندي يعني خبرات في الحته دي بس يعني واشتغلت في اتحاد افريقيا. في فرق ان انا اكون بعرف اتكلم فرنساوي وبعرف اتكلم فرنساوي في مجال الرياضه والتخصص. الحمد لله ما كنتش اعرف في مجال التخصص ما كنتش هنجح لان جابوا واحد قبل مني وكان في اتحاد الكوره بالظبط كان هيبقى يعني كان هيبقى زيك زيه مع ان هو كويس يعني لا انا فاهم بس هو مش هقول لحضرتك حاجه بعيد عنك خالص. استاذ حسن محرم معلم الاحياء هو قيمه كبيره جدا شفت الحلقه بتاعته كانت حلقه جميله جدا تمام. الـ 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 السياق بتاعه كان بيقول ان هو الراجل احياء ما فيش حاجه خالص هيبدا يدخل مصر بقى المدارس اللغات الفرنساوي فشرح الاحياء بالفرنساوي لازم افهم اللغه. حصل تدريب برضه فلتره لحد ما اتعلم فرنساوي وقاموا مسفرينهم فرنسا عشان يقعدوا في المحاضرات يعرفوا الاحياء ازاي. فهو لما ترجم الكتاب هو اللي ترجم الكتاب للغه الفرنسيه فهو فاهم المصطلحات. فهنا اللغه حاجه في المطلق كده انا استخدمها في الحياه انما جوه مجالي قصه تانية. فده اللي فرق مع حضرتك بالظبط هو فضل ربنا. الفتره ما كانتش طويله زي ما حاجه زي ما حضرتك اتفضلت وقلت دي يمكن انا المستفيد الاكبر من الفتره دي كلها على بعضها لان احنا سافرنا الاسماعيليه عملنا معسكر وفتره كلها مشاكل يعني كابتن انور سلامه وكابتن محمود الخواجه الجهاز المساعد. انا فاكر كابتن انور سلامه حتى مشي وساب الفرقه لانه طبيعي لان كان مدير فني وجاب واحد حطوه فوق منه واختلاف الثقافات واتقابلوش وبعد كده سافرنا بعدها واحنا توجو عندنا ماتش واحنا خسرنا ورجعنا كان روحنا كوت ديفوار بعد كده طلعنا على تقريبا بيسافروا بلاك كلها بتتكلم فرنساوي بس هي لا انا لا وكان انا ما انساش مره ان يعني كان برضه يمكن اصعب موقف يعني في مجال مهنتي اتعرض ليه كنا مسافرين كوت ديفوار
و ده منتخب مصر، منتخب مصر او عندنا ماتش ودي مهم جدا. وكان جيرار جيلي ما بيتكلمش غير فرنساوي، والبير امام ما بيتكلمش غير فرنساوي، والباقيين ما بيتكلموش فرنساوي. وجالي برد في صوتي، وصوتي راح وانا في الطياره مش عارف حاجه، كان صوت بقى بيسرسع كده في صوت خالص، وانا اللي واصله ما بينهم هيتكلموا ازاي. بقى الجهاز الطبي شغال عليا فيتامين سي وحاجات لغايه لما صوتي بقى حاجه، فضلت صوتي رفيع كده بس الصوت بيوصل يعني. والحمد لله يعني صوتي خف قبل ما يعني قبل ما انت اشتغل، قبل يعني قبل ما ندي اول ميتنج، اول اجتماع، لان كان موقف صعب، كان اصعب موقف جدا. صعب جدا طبعا. خاصه كمان برضو يعني اللعيبه ما عندهمش ثقافه ان هم يفهموا اي حاجه من الفرنساوي الا يعني الا من رحم ربي، اعتقد ان هيكون ده شيء قليل قوي. كان يعني كابتن هاني رمزي بيتكلم الماني، كان بيلعب في ورد برام تقريبا. هانز روستك الالماني، هانز روستك كان بيلعب ياسر رضوان ومحمد امبارح، وورد برام كان بيلعب هاني رمزي. ووقتها كان منتخب قوي جدا، وقتها كان مكسر الدنيا كابتن سمير كمونه، كان بيلعب في المانيا في كايزرسلاوترن، وجاب جون رهيب وكده، وجي واحد اداله كوع في وشه وكسر له جمجمه، وكان وقتها غاب عن بطوله افريقيا، وكانت بالنسبه لي دي حاجه كبيره. كان هو محمد صلاح بتاع الفريق وقتها يعني، كان اقوى واحد، كان اعلى بيرفورمانس في الفرقه كلها في الوقت ده. ورحنا لعبنا البطوله وكسبنا في دوري المجموعات وتاهلنا بطوله افريقيا. افريقيا كانت غانا ونيجيريا، ومجموعتنا كانت نيجيريا. وكنا في مدينه كانو، وهنجي هنرجع لها تاني، لان بعد 10 سنين رجعتها تاني مع الفيفا، رجعتها بقى كمسؤول في الفيفا. كان في كاس عالم في نيجيريا في 2009، كان ده كان البطوله افريقيا 99 2000 ورجعت 2009 على بعدها. واتغلبنا من تونس الجون الشهير ده وخرجنا ورجعنا. بقى بعدها على طول كنا في الطياره بقى، طبعا شفنا المجلات انتقاد وكده ورجعنا ومشي. انا عايز اسالك هنا عن حاجه. اولا ده يمكن يكون اول سفر ليك بره. لا سافرت، لا يعني او سفر ليك مع العمل. في العمل، في اطار العمل. سفر مع العمل. تمام. وكوره وفرنساوي ومترجم ومع المنتخب الاول في حاجه وطنيه يعني، وبطوله كبيره مش صغيره. مش صغيره. انت كنت شايف ان النقد، ما هو النقد مش بيتقال عليك باسمك بس، هو كده كده طايلك يعني. انا عارف مفيش حاجه عليك انت، اللي بيشيلوا الشيله طبعا مدير فني ولاعيبه 100% يعني. بس انت كنت حاسس ده ازاي في المرحله دي؟ بص، هو عايز مشاعرك. بص اقول حياتك على حاجه يعني، بوجه عام انا اشتغلت مترجم، يمكن من اكتر الناس اشتغلوا مترجمين في مصر مع اكتر من حد. المترجم هو كبش الفدا يعني سهل جدا. المترجم هو اللي بيلبس كل حاجه، يقول لك يعني. بس انا طبعا انت بتعمل عليك وباقي بس اقول ترجم غلط. انا ما قلتش كده، انا ما ساعات. فانت طبعا ازاي بتحمي نفسك، دي بقى هنتكلم فيها بعد كده. ازاي بتتكلم، انت بتحمي نفسك وبتعرف تتكلم، بتقول لا انا قلت كذا، لان سهل جدا المترجم ده بيشيلوه اي حاجه. لا انا عايز افهم، معلش. مين اللي هيشيلك الشيله؟ اللي هيقوله يعني المدير الفني؟ المدير الفني يقول لك ما قلتش كده. يقول انا ما قلتش الكلام ده. حصلت مره مع احد المدربين، مش هقول اسمه. لا ما حصلش. قلت له حصل، كان في وجود حد ده بس الحمد لله ما حصلتليش كتير في حاجات الفنيه، الحمد لله ما حصلتليش كتير. بس الموقف ده حصل ومن وقتها والحمد لله. التصريحات بقى في الكلام لكن فنيا لا. طبعا وفي ناس كتيره مترجمين يمكن مشوا، بس مش في الاهلي، في انديه في المنتخبات او كده، بسبب برضه عامه بسبب يعني هو شال الموضوع. فالمترجم مخاطر المهنه برضو دي، مخاطر المهنه ملهاش مخاطر. غير انت بقى طول لازم تبقى جهاز، ما تبقاش انسان. انت في الاخر انت بتشجع ناديك، خسرت بتخش مؤتمر لازم بتنسى ده كله، بتتكلم بلسان المدرب، لان المدرب مهما كان برضو مش زيك. المدرب بكره هياخد شنطته وبيروح يشتغل في نادي تاني. انت بتنتسب، انت دي بلدك اللي بتخسر، او مثلا ناديك اللي بتنتمي له هو اللي فازاي بتحيد نفسك تماما، انت هتعرف تشتغل حاجات كتير. دي سكيلز، دي مهارات بتاخدها مع الوقت، تتعلم بتكتسبها مع الوقت. طيب احنا رجعنا دلوقتي من الرحله وتم حل الجهاز الفني لمنتخب مصر، ورجعنا تاني هنرجع بقى للصحافه تاني، لان طبعا احنا مظبطين الموضوع مع استاذ ابراهيم حجازي. لا رجعت الاهرام يعني. في الاهرام ابدوبك الشغل، رجعت بقى كل حاجه تاني والحمد لله. رجعت بقى طبعا كانت رحله جميله. كانت طبعا رجعت وقلت طبعا مش هشتغل شغلانه دي يعني، خلاص مش هيجي مدرب فرنساوي. مش متخيل هرجع مره تاني. وحتى لو هيجي مدرب فرنساوي مش بشرط انا اللي هبقى مترجم خلاص. وانا حتى قلت صفحه واتقلبت ورجعت، وبعد كده سافرت بره يعني. جه بعد كده اشتغلت في الفيفا،
دي جت ازاي بقى؟ انا اشتغلت في كذا حاجه، اشتغلت في مشروع بطل اولمبي، واشتغلت في كذا حاجه. بعد ما خلصت مع المنتخب على طول، اتحاد الكوره حبوا ما يفرطوش فيا، في عمل كان فيه حاجه اسمها اداره المنتخبات الوطنيه، خدوني نائب رئيس الاداره دي مع كابتن علاء بلعدي اللي هو كان اول واحد كلمني. معايا فرنساوي وانجليزي واشتغلت، بس الاجواء بصراحه كانت صعبه وما قدرتش اكمل وقتها، يمكن كانت فلسفه الشغل مختلفه عن دلوقتي، ما قدرتش اكمل. فرجعت تاني في شغلي الطبيعي في الاهرام، وانا صحفي وبكملت في حته الصحافه، الى ان اتعرض عليا ان اشتغل في الاتحاد الدولي في الفيفا. جت ازاي؟ جت ان انا اشتغلت في الاتحاد الافريقي قبل كده وتعاملت مع ناس من الفيفا فعارفيني بشكل شخصي. حصل ايفنت في مصر كلموني عشان اكون موجود معاهم وترجم، بعد كده برضو بدات من خلال الترجمه في الاول. بعد كده حصل ايفنت اكبر كنت موجود، شافوني فاهم، طب احنا عايز في بوست معين عايزينك فيه. وقتها اعتذرت منصب، منصب كنت اعتذرت قلت لا، لان وقتها كان وقتي ودراستي وبعمل حاجه، بحضر لسه بحضر تمهيدي وكده. تمهيدي ايه؟ هحكي لك الماجستير والدكتوراه هتكلم فيه. هو انت في الالفينات ولسه في مكمل بس انا كملت بقى، كان دراستي بره يعني هكمل حياتك. النقطه كان اللي نلتزم واشتغل دي، انا ما عايش ابدا من غير مذاكره يا جماعه، انا حاسس ان انت ممكن تكون بتذاكر دلوقتي لحد دلوقتي. فاعتذرت قلت له خليه كده بس ايه بارت تايم لو عايزيني في حاجه. جه بعد كده بعدها بسنه الظروف اتغيرت، بعدها بسنتين يا رب، كان 2002 جم في 2004 عرضوا عليا تاني اجي اشتغل تاني امسك منصب اكبر، ووقتها كان الاوفر كويس وكان الشغل حلو، كان الشغل تشتغل مدير مساعد مدير مكتب تطوير كره قدم في شمال وشرق افريقيا، تشتغل شغل فيه حته. انا عايز اسالك سؤال على التايتل ده. انا كنت قريت ان انت حضرتك مسكت التايتل ده، مساعد المدير اللي مسؤول عن تطوير كره القدم في شمال افريقيا، شمال وشرق افريقيا. شمال وشرق افريقيا، احنا كمشاهدين كناس كده بنقول ان الكره ما بتتطورش، يعني مش بنشوف ان حاجه بتحصل. يعني انتوا دوركم توصيات بس التنفيذيين ما بيعملوهاش، ولا المشكله فين؟ احنا دورنا كان توصيات وتنفيذ اكزيكتيف، انت بتنفذ بلان. هو بص في كتير ما يعرفوش ايه اللي بيحصل بيهايند ذا سين في الكواليس. في الكواليس الفيفا سنه 2002 في كاس العالم كوريا واليابان نجح على المستوى الفني عالي جدا، بس الحته الاداريه ما نجحتش بشكل كبير. والفيفا وقتها قالت لازم زي ما بهتم بالحته الاداريه بحته الفنيه المدربين والتحكيم وكل حاجه لازم اهتم، حتى كان في كورسات للصحفيين، قال لازم يبقى في اهتمام بالحته الاداريه، وبداوا يستحدثوا كورسات للاداريين، في كورسات اسمها فوتورو، وفي كورسات بقى كده وين افريكا وز افريكا حاجات في حاجات، وفي اولمبيك سوليداريتي مع اللجنه الاولمبيه الدوليه، بداوا يستحدثوا مجموعه من الكورسات للاداريين. انا شغلي ما كانش اداري بس، انا كنت مدير المكتب مساعد مدير المكتب الفني، بس شغلي كنت بشرف على كل الدورات اللي بتنظمها للدول افريقيا كلها. هو بمنتهى البساطه الفيفا بيدي كل اتحاد مساعده ماليه، كانت 400,000 وقتها، دلوقتي وصلت نص مليون دولار. ولازم يكون فيها 15% كوتا للكره النسائيه، لازم تتسافع على الكره النسائيه، وطبعا المساعدات الماليه دي مش بيديها لهم كده وخلاص، لازم بتعمل جدول بتصرف في ايه ومتابعه ايه، وده كان يجي متابعه. دورنا احنا نشرف على ده زي حساب ختامي يعني كده في بالظبط. وتعامل بلاتر استحدث حاجه اسمها مشروع الهدف، جول بروجكت، ان كل اتحاد عايز ناقصه حاجه، عايز يعمل يعني ملعب، عايز يعمل مثلا تكنيكال سنتر، مركز فني، عايز يعمل اي حاجه، بيطلب من الفيفا بيموله. انا فاهم ده كله، انا فاهم ده كله، انا دوري كان ده، انا فاهم ده كله، بس انا بسالك، انا مش عن دورك، انا بسالك على الارض فعلا احنا كمشاهدين ومتابعين ما بنحسش ان بيحصل تطوير فعلي. لا هو بيحصل، بس برضو بقول حاجه في الكواليس، يعني برضو اكمل حاجه النقطه. ان اول كل سنه او قبلها بشهرين، مع شهر 10 9 10 كده، في زي منيو الاكل كده الفيفا بتبعته للاتحادات، في كورسات كذا كذا كذا، انتوا محتاجين ايه، ايه مدى احتياجاتكم؟ بيقول احنا الفتره دي عندنا مثلا بطوله افريقيا كمان سنتين، فعايزين ناهل مثلا كذا مدربين التدريب مثلا كذا، او مثلا كونس ايه والاتحاد الدولي بيمول ده ماديا وبملابس رياضيه ومحاضرين بييجوا والمناهج نفسها، ففي تطوير بيحصل.
تطوير للاشخاص، الاشخاص الاستثمار في الاشخاص. تمام. الاشخاص دي بقى ما بتوصلش انها تبقى ديسيشن ميكر. يعني انا بقى بعضهم انا بقى يعني معظمهم معظمهم ما بيوصلش المرحله. لك انت مسكت حاجه مسكتش حاجه دوري بينتهي كده. بس هو انا ما باهلش من خلال الانديه بتاعي الاتحادات، فالاتحاد هو بيرشح لي حد معين يتقلل الوظيفه بعد كده وما تقلش منصب. دي بقى مش بتاعتنا، مش بتاعت الاتحاد الدولي. لا انا فاهم تمام. اه انا على فكره هسالك في الموضوع ده يعني لو حتى في سياقه ممكن هسألك دلوقتي. لو حضرتك في يوم من الأيام بكل خبراتك دي في مجال الإدارة والتدريب، أنت مش شايف أن أنت ممكن تدخل في المجال الإداري وتبقى مسؤول؟ يعني ليه ما ترشحش نفسك في اتحاد الكورة؟ في مصر يعني في مصر. أنا طبعا في مصر في الفيفا. إن في الأخر أنا عايز هنا خبراتك دي تبقى للبلد، لبلدنا لمصر، نخدم في الناحية الإدارية. ليه حضرتك ما فكرتش في حاجه زي كده؟ فكرتش يعني ما اعرفش. ما فكرتش انا يعني انا لعبه مش بتاعتك يعني أوي. مش بتاعتي، مش حدتي. مش حدتي. طب هسالك عن حاجه. اتفضل. احنا هنمشي في الرحله، يعني عايز اطلع قدام كده شويه. ال ال الترجمه رجعت تاني. انا عارف ان انا سبقت الاحداث وهنرجع، بس انت حضرتك مسكت المترجم الرئيسي للنادي الاهلي فريق الاول. في عهد ثلاثة من اشهر المدربين يعني فايلر. صح كده انا تمام. في كارتيرون، باتيس كارتيرون في الاول كده، وبعدين مشيت ورجعت مع ريني فايلر، وبعدين بيتسو موسيماني. الفترة دي انت اكتسبت خبرات فنية لا ارادية، انت عامل معايشة انت جوه طبعا. النادي يعني حتى الناس اللي بتاخد رخص تدريبية فنية بيبقوا عايزين يعملوا معايشات زي كده، وممكن يكونوا بيستثمروا وبيصرفوا فلوس عشان حاجه زي كده تحصل. حضرتك تقدر تاخد تدرس فني مع هذه الخبرات المعايشه، وما فكرتش انك تتجه للناحيه الفنيه، مع الاخذ في الاعتبار ان يعني من اشهر النماذج هو جوزيه مورينيو. مورينيو اصلا في بدايته هو مترجم. فكرتش في الحكايه دي برضو خالص؟ خالص. انا الحته الفنيه مش بتاع انا افهم فيها، مش كل حاجه بفهم فيها هعملها. انا قلت حاجه من الاول، انا صحفي والحته قريت الاداريه تستهويني من وانا صغير، وانا شايف انها اداري كويس. انت ممكن تكون حبيتها وانت موجود. بس انا ما يعني في ناس احسن مني بيعملوا الحته دي وافضل مني، يعني خاصه انا ما لعبتش كوره. انا لعبت كده. لا مش شرط. احنا مش شرط. بس انا مش يعني عمري فكرت ولا عمري هفتكر افكر فيها. يعني دي مش مجالي، مش حتتي. انا اؤمن بالتخصص، تخصصي انا مش فني. هو انا ما اقصدش ان حركة تمارس ده برضو بدون تخصص، لان احنا مؤمنين ان الدراسة مهمة. فيا ممكن حركة تاخد الرخص التدريبية سي بي بعد كده ايه وحركة كمان. في ناس عملوها ونجحوا فيها، استاذ محمود فايز صديق يعني المترجم، مترجم كوبر. دلوقتي مدرب مساعد وشاطر وشغال كويس. كفيه استاذ احمد حافظ، كابتن احمد حافظ اللي كان مع كارتيرون في وادي دجلة، شخصيه محترمه جدا دلوقتي يعني، وشاطر واشتغل في حته دي، واعتقد بيشتغل دلوقتي مع مساعد كارتيرون. بس انا مش شايف نفسي في الحته دي. يعني انا شايف نفسي في الحته الاداريه اكتر. وانا الحمد لله اشتغلت في نادي زي النادي الاهلي، يعني بيؤمنوا بالكفاءات. و يعني النهارده انا ماسك اداره في نادي الاهلي، اداره اسمها علاقات الدوليه وتطوير المهارات، تطوير او تنميه المهارات، اللي هي ازاي بتنمي او تطور مهارات الاجهزه في النادي واللاعبين. فدي حتتي وانا شاطر فيها. وانا دلوقتي انا مدير كره القدم في الهواه لافريقيا والشرق الاوسط في الفيفا. اداري كل مدير كلها اداره. فحتى الفنيه مش بتاعتي، ومش هبقى مجدي فيها، ومش وساعتها كمان هتضطر انك تتفرغ لها، فهتسيب كل ده طبعا. مش هتنفع تجمع بالاثنين. انا شاطر فيها هتفرغ لها، بس انا مش بتاعتي، مش حتتي. يعني انا اكيد اللي نجحوا فيها دول اشطر مني في الحته دي، يعني زي ما انا اشطر منه في حته الاداره. يعني على سيره الاداره، مين مثلك الاعلى في الاداره؟ كابتن سمير عدلي. كابتن سمير عدلي مثلي الاعلى من وانا صغير يعني في حته الاداره. بس انا عايز اتذكر صح، هو كابتن سمير عدلي وكان تقريبا مع كابتن محمود الجهري صح؟ بالظبط. مظبوط كده؟ بالظبط. يعني هو اول واحد ينور في الحته دي. في حته انا كنت صغير، وكنت في الجامعه سنه 90 لما مصر وصلت كاس العالم، بيكون حسام حسن في الاستاد في الجزائر. طبعا 89
89 وصلنا كاس العالم 90 الجون 89 الجون 89 وشفنا كابتن جوهري جنب منه سمير عدلي, وسمير عدلي هو اللي كان بيعمل, هو اللي بيطلع بيتكلم, يعني هو كان شكل مدير الكوره الجديد الحديث, يعني اول واحد يلعب الدور ده وينور في الحته دي او يظهر المكان ده. وكان وكان نفسي حتى اتعرف عليه, بقيت معاه في النادي الاهلي وده شرف كبير ليا طبعا, هو يعرف ده كويس وانا علاقتي بيه هايله, علاقتي بيه ممتازه يعني. يعني الراجل ده تاريخ, هنسميه تاريخ حتى, بنقول يا تاريخ الراجل, عاصر اجهزه كتير مختلفه في المنتخب مصر, وكان وذكريات انا فاكر يعني مش مش مش, مش كذا جهاز فني, بس كان فاكر كنت في الفيفا كان دايما بيشوفه بيجي يزورنا في اتحاد افريقيا, بيجي لنا في اتحاد افريقيا وعلاقته كويسه بكل المدربين. انت عايز تقول ان هو كان سابق عصره جوه مصر بالزبط. في فكره الاداره بالظبط بالظبط في الوقت ده اللي هو بالزبط. بيعمله حتى لو دلوقتي بقى ده هو العادي انه بيحصل, بس هو كان بايونير, هو كان بالزبط. اول حد يعمل ده صح بالظبط بالظبط, هو ملهم ناس كتيره في حته الاداره دي, وانا شخصيا انا كنت بعتبره مسائل وما زلت يعني على المستوى الانساني, وصلنا راجل محترم وراق في التعامل, انا فانا حتى ما فكرتش, انا سالتك انت قلت على طول كابتن سمير كلام طبعا. مفيش كلام طبعاً. مين اقرب حد في الخمس ست عشر سنين اللي فاتوا انت بتحس ان في ادارته ان هو مدير بنفس الشخصيه, مدير فريق يعني مدير كره في فريق قريب من كابتن سمير؟ انا في دماغي حد على فكره, كابتن سعد الحفيظ. اه بص كابتن سعد الحفيظ طبعا ده مدرسه في الحته دي يعني. هو وانا انا شهادتي فيه مجروح لان هو صديق, وانا كابتن سيد الحفيظ وكابتن محمد يوسف اللي اشتغلت معهم في النادي الاهلي لما كنت مع جورج جيلي في منتخب مصر كانوا لاعبين. وكابتن سيد كان لسه ناشئ, كان لسه اول انضمام ليه المنتخب, كان كنت انا موجود, فانا بقى بيه علاقه شخصيه وصداقه, وراجل محترم جدا وراجل وجدع, فانا شهادتي فيه مجروحه, بس هو الناس كلها عارفه كابتن سيد الحفيظ ده ايه في الحته دي, هو وقاد الفريق في فترة كورونا, فترة صعبة جدا جدا, وحققنا انجازات كبيرة جدا, وليه دور كبير طبعا هنتكلم عن ده طبعا. هنتكلم, انا سايب بس البونبوني للاخر, وطبعا ده لا ما بيقللش من دور كابتن خالد بيبو دلوقتي, لا بس طبعا, لا طبعا. كابتن خالد بيبو الفيرجن الجديدة, النسخة الجديدة, الراجل درس ادارة, عمل دبلومة الفيفا الادارة الرياضية وجاي على علم ودراية. اوكي فده ما مش مش مدحي لكابتن سامح, لا لا خالص, لا لا خالص, لا بس كابتن سامح الحفيظ ده ايقونه يعني, ده ال ال الكابتن سيد عمله هو بالفعل عمله, لان هو خد فترته او فتراته بالفعل واثبت نجاحه. من بعديه كابتن خالد دايما اي حد بياخد اي منصب ورا اي حد ناجح هو بيبقى في موقف صعب شويه في البدايات, هو مفيش حاجه هتبرهن او هبرهن على قوته غير الوقت, فهو لازم يخوض المرحله دي عشان يبان شغله, يبان الشغل بتاعه. النهارده انا مثلا ادوني فريق واخد تشامبيونز ليج, اجيب لك من بعيد خالص اهو, مشي المدير الفني لسبب من مثلا يورجن كلوب بيدرب, خد الدوري الانجليزي وخد بطوله يويفا مش تشامبيونز ليج السنه دي, وخد كاس انجلترا ومشي, هو راجل اعلن اصلا انه هيمشي. طب اللي جاي بعد كده انت هتعمل ايه يا معلم؟ النادي الاهلي بيجي بيمشي مدرب واخد 3 4 بطولات ومنهم بطوله افريقيا وبرونزيه كاس عالم, وبيجي واحد جديد ما هيعمل ايه؟ انت عارف اللي بيبقى جاي بعديه في الاهلي هو عنده ماتش واحد بس, هو ده اللي هيعمل له الفرق. ايه هو الماتش الواحد ده؟ ان في الماتش اللي هو المؤهل انك تلعب نهائي كاس العالم للانديه انك تكسبه, دي الحاجه اللي الاهلي لسه ما عملهاش, انه يكسب مره واحده بس الماتش اللي بيوصله فاينل نهائي كاس العالم للانديه, وقربت وهنكسب كاس العالم كله باذن الله, بس النقطه عملت وقت ان شاء الله باذن توفيق الله. عدم توفيق, احنا كان عدم توفيق كبير, البطوله اللي فاتت دي كانت قريبه جدا. اها ف هي بطوله 23, بطوله 23 اللي كانت من كام شهر يعني, قربنا جدا وان شاء الله جايه باذن الله ان شاء الله. اللي بيوصل الفورمات احسن مننا, بس في فورمات جديد بقى 25 هيبقى الفورمات اللي هم 32 فريق, مش احنا الاهلي جاهز له حتى 100 فريق, فهي النقطة. لحظة واحدة بس, لحظة واحدة, أنا أهلاوي جدا بس الفورمات 32 فريق فيهم تقريبا 14 فريق من أوروبا. طب لو وصلنا احنا دول قبل النهائي هيك بفتكر الكلام ده, ومفضل لك يعني اديني كريدت وقتها, قلنا كنت قعدت مع واحد هتتقص وقال لي هتتقص من الحلقة. أهو أول واحد توقع بتاريخها, احنا البطولة الجاية إن شاء الله رب العالمين دول قبل النهائي حتى لو 100 فريق,
لان في شخصيه النادي وفي قوه كفايه. احنا يعني في انديه كتير وصلت نهائي مش هنتكلم عن الدول العربيه بيجي يتعاقد قبل البطوله بخمس دقائق يجيب لعيبه ويروح يلعب بيها البطوله. احنا لعيبتنا بنلعب بيها هي هي. احنا خدت اخر برونزيه خدتها مع موسيماني كنا بنلعب بفريق ثالث كانت لعيبه مع منتخب كان جون متعور طبعا. وكان لعب مع اغربي شاب صغير وعلي لطفي كان هو الحارس ما كانش محمد الشناوي كلهم اسامي كبيره بس تمام بس خبرات. مش هم مش خبرات البطوله دي اللي بيلعب شعار النادي وفانيله النادي واسم النادي وشخصيه النادي. فلو 100 فريق وحتى اعظم فرق في العالم انت كسبت ريال مدريد بزيدان قبل كده وكان روبرتو كارلوس لما جه لعبوك هنا في الاحتفال بتاع كنا مروقينهم في الهرم الاول لا بلاش انت لعيبه كبيره طبعا جميلة. طبعا دي كفايه اسميهم يعني دي قصه تانية يعني. بصوا انا عايز اروح للاهلي بس انا عايز اتكلم عن الفيفا في حاجه مش قادر افوتها. لا انا عايز اعيش حاجه بس اقول حاجه نقطه انا عشت اجواء اللي هو الماتش الواحد اللي بيجي بعد البطوله. انا عشتها مع كارترون لما جه بعد كابتن حسام البدري بتاريخه وكان اخر المجموعه وكان لازم يتاهل وما كانش حاجه هتغفر له لان طبعا دانيل الاهلي الاهلي ما بيقبلش غير الفوز. وفايلر لما جه بعد كان الراجل اللي هو السوارش لاسارتي وكان اخفاق وكان خسر بطوله افريقيا ورغم ان كان واخد الدوري بس طبعا وجي كان لازم يعلي. وكان اول ماتش لنا مع الزمالك وسبناه في الكاس وعشناه مع موسيماني اللي جه بعد فايلر باسمه كبير فعشت الاجواء دي والحمد لله. موسيماني كمان جاي في توقيت ابن لازين موسيماني جاي يلعب قبل نهائي بطوله افريقيا مع الوداد اللي هو كان لسه كسبك فانا عشت الاجواء دي وانا عارف لعيبه الاهلي مش بس مدير فني. لعيبه الاهلي في ساعات بتلعب بشخصيتها بشخصيتها شخصيه اللعيبه وبالفانيلا يعني النادي ساعات في حته المدير الفني كان هو بيقف عند حته معينه بيفضل شخصيه اللاعب فاهم ازاي وكبرياء الفريق ده بيبان. فمش قلقان لو 100 فريق وافتكر كلامي ده ان شاء الله. انا يا ريت ان شاء الله. انا بالنسبه لي البطوله دي هي شبه نسخة كاس العالم المنتخبات بشكلها اللي هيبقى قديم لان اللي جاي هيبقى شكل جديد اللي هو 26 لما هيبقوا 48 فرق فالحد شكل ال 32 على مستوى الاندية. الاندية اصلا اقوى من المنتخبات لان النادي بيجيب احسن حد في كل حاجة فانك تلعب كاس عالم. انا بالنسبة لي الاهلي لو راح بطول في البطولة لدور الثمانية انا بالنسبة لي كأن مش كأن ده اكبر من ان منتخب مصر يلعب كاس عالم ويوصل دور ثمانية بالظبط بالظبط لان الفرق اقوى بالظبط. فحضرتك بتقول بقى ايه ده كمان نص نهائي يعني دور اربعه فيعني احنا وصلنا له كتير احنا وصلنا كتير في السياق بتاع سبع فرق غير يلا بينا ماشي. يلا بينا الاهلي بيفضل اهي انت برضو داخلك افضل فرق يعني انت السبع فرق جالك افضل سبع فرق مش جالك فرق عاديه بس عشان يعني مثلا في الاخر في اوروبا انت هيجيلك سيتي لكن المرة الجاية هيبقى معاك سيتي وممكن معاك ريال مدريد وهيبقى معاك اي سي ميلان وهيبقى معاك فانت هتخبط بقى في الناس دي. وبص بقولك ايه ان شاء الله احنا قدها وقدود باذن الله. انا مش عايز ابان ان انا ضد الاهلي بالعكس انا اتمنى طبعا يا رب نلعب فاينل ونكسب الفاينل كمان ان شاء الله. احنا معانا الميداليات على فكرة هتصور بيها. طيب برضو عايز اسألك عن الفيفا معلش الموضوع ده فارق معايا قوي. حضرتك قابلت في الفيفا ناس يعني ملهمين جدا ومسكين حاجات جامده جدا ناس بتغير قوانين اللعبه الاولى في العالم يعني مثلا اقول ارسن فينجر حضرتك وطبعا ارسن فينجر بالنسبه لي ده المدرب الاسطوري لينا يعني كان احنا اللي كنا منيمين انجلترا معلش يعني 2003 انا مع سير فيرجسون انا ماشي حبيبي برضو كل حاجه احنا اللي زعلناه وكل حاجه ورفعنا له الضغط ما طيب الراجل ده انا جيل شاف فان نيستلروي لما كان بيلعب ويجيب اجوان يعني بلاش الواد عشان ما بحبوش لا بس كان جامد ماشي كان جامد بس دي كان تري اونري فكتيري هنري كان في ارسنال في النهاية بالظبط نيستلروي ده بيقفلني عارف انت لا. ماشي هو جامد بس الواد ده بكرهه ده عشان معلم عليكم كتير يا باشا اجيب لك نتائج مانشستر لا خلاص طيب. خلاص اليومين دول على فكره بكره اجيب لك النتائج الحاضر ماشي خلاص بلاش نتائج خلاص انا زلت مانشستراوي لغايه دلوقتي يونايتد انا ابني بيشجع سيتي اكتر بيحب سيتي اكتر بس مانشستر يونايتد لسه انا بقى على راشفورد انا بقى انا حلم حصل لي في شهر 9 اللي فات الفيفا كل فتره بتبقى بنروح بتبقى في زي فتره سيمينار وبنقابل المسؤولين بنقعد ناخد قرارات وكده
عملوا لنا الكورس او السيمينار ده في مانشستر في النادي في الاوتيل بتاع نادي مانشستر الاوتيل بتاع يونايتد وشايف الملعب قدامك ودخلت المتحف كنت عايش حلم. تخيل بتفتح الصبح الشباك بتاعك بتشوف التذاكر وهو بيشتروا عشان في ماتش بالليل. حاجه كانت حلم, كانت من احلى فترات حياتي يعني. الفتره دي اسبوع ده كان ممتع بالنسبه لي. طيب لما انت قابلت الناس دي اللي هم مثلا عارف ان فينجر بيتكلم دلوقتي في تغيير كونسبت الاوفسايد مثلا اللي هو عايز يعمل اوفسايد جديد اللي هو له علاقه بالرجل بس تقريبا لو انا فاهم صح يعني, والكارت الازرق والكارت الازرق بيتكلموا فيه, بس انا سمعت ان هم سحبوا الفكره دي خلاص, اخروها مش سحبوا اخروها. انت النهارده وانت قريب من صناعه قرار حتى لو لسه في المطبخ ممكن تكون بتقول اقتراحات بيجيلك فرصه انت نوري نفسك نوري كده عندنا كلنا بنتقابل عشان كلنا بنعمل نتكلم مع بعض ومتبادل الاراء. ايه ابرز حاجه انت قلتها؟ ما ينفعش اتكلم. ما ينفعش اوكي تمام احنا مضينا في عقودنا على حاجه زي كده. ما ينفعش. انا اسف للسؤال. انا اللي بعتذر لحياتي. لا انا اللي بعتذر والله وانا بحترم جدا. لسه مؤخرا في حاجات قاعد نتكلم فيها بس ممنوعين تماما نتكلم فيها خالص, بس بنشارك في حاجات وبنتكلم في حاجات. وانا السيمينار الاخير كنت في قطر الشهر اللي فات اسبوعين يعني اتكلمنا في حاجات وليه في المستقبل بقى لما نشوف تغيرات ممكن ارجع اكلمك اقول لك انت كان ليك انت دور في الموضوع ده يعني بيني وبينك بقى. طيب نروح بقى للنادي الاهلي. العوده للنادي الاهلي, العوده دي جت ازاي؟ يعني احنا الدخول للنادي الاهلي كان مع اول واحد طبعا اللي هو مين فيهم؟ فايلر. لا كان باتيس كارتيرون. انا ما انساش. كان في شاي 6 كان 29 6 التواريخ المهمه ما بنساهاش. انا ملاحظ 29 6 وكان كان رابع يوم العيد صغير حاجه زي كده. وكنت كنا معزومين عند حماتي وقاعدين لقيت رقم بيرن عليا شيك كده اصفار كتير وبتاع. فرديت ايوه. كان وقتها جه باتيس كارتيرون واشتغل معاه. باتيس كارتيرون اشتغل في وادي دجله في الاول. كان معاه احمد حافظ اللي قلت حكيت عليه. كابتن احمد حافظ كان مترجم هايل. كان المترجم واشتغل بعد كده فني بقى مساعد مدرب في الفريق. وبعد كده لما رجع تاني كارترون جه اشتغل في الاهلي. احمد حافظ مش معايا فجابوا المترجم. هو مترجم بس مش مترجم كوره, اللي هو المترجم كان بيترجم في النادي لو في حاجه بيخلصوها وكده. فالراجل بيفهم فرنساوي بس نفس مشكله اللغه في التخصص ده مش موجوده. فالراجل بيترجم فرنساوي بس مش كوره. فعرفت ان بعد ما جه حصل مشاكل وكارتون طلب ان هو يتغير. فكلمني كابتن محمد يوسف, ازيك يا عمرو اخبارك ايه؟ عارفني انا محمد يوسف. قلت له يا كابتن اخبارك ايه؟ طب بتعمل ايه دلوقتي بتاع اصلاتي؟ عايزك تكون موجود معانا مع كارتون. فقلت له يا كابتن تعرف انا بعمل ايه دلوقتي؟ انا وقتها كان الفتره دي كنت لسه سايب مكتب الفيفا. انا بعمل وظيفتين مع الفيفا, جزء تعليمي وجزء اداري. فكنت لسه بعد بلاتر ما مشي والمشكله حصلت فالوضع اختلف الفيفا وكده ونقلوا المكتب وكده. فكنت سبت الفيفا. المكتب كله اتنقل من القاهره بقى في اثيوبيا في اديس ابابا, بس ستيل بشتغل في الفيفا يعني. واشتغلت فتره في الامم المتحده حاجه مشروع تبع حاجه يعني رياضيه. فبكلمني قلت له انا في حته تانية خالص يعني. اي طب بتحبش تيجي تشتغل معانا وكده؟ عايزك تكون موجود معانا وكده. قلت له يا كابتن تعرف انا بعمل ايه؟ فقال لي تعالى نقعد نتكلم مع بعض وكده. ورحت تاني يوم اتكلمت مع خدت راي مراتي وقال لي تعالى نروح نشوف الدنيا. طبعا الاهلي طبعا النادي الاهلي برضه انا الاهلي. فروحت ده كده بتستعيد ذكريات جيلي بقى من يعني من بالظبط. بص اقول لك حاجه على حاجه. الدكه الاحتياط دي ليها سحر غريب يعني. لو عايزك حضور الماتش من على الدكه غير في المدرجات غير في البيت. الدكة دي كانت تحس يعني ليها متعه غريبه يعني. انك تبقى موجود على الدكه وتحضر الماتش. وانت جربتها طبعا زمان. جربتها وخلصت. كان فتره طويله. كنت سنه 2000 وكان ده سنه 2017 18 فالمهم جيت وقابلت كارترون وتعرفت بيه وعجب بشغلي بترجمتي وكده. وقلت كابتن محمد طب هشوف الدنيا تمشي زي محمد يوسف. بس دخلت سالت معاهم التمرين وكده وقعدت بقى في غرام الدنيا كلها. وقلت خلاص مش يعني خلاص يبقى مفكر بقى ان هرد هجد. مفيش حد يعني طبعا محدش بيحط شروطه على الاهلي. الاهلي اكبر من اي حد. بس كنت بشوف ظروفي تنفع ولا لا يعني ظروفي هتناسب ولا لا.
غيرت كل حاجه في حياتي، وكنت شغل فيه شغل بشتغل وسبته سبت شغل. طبعا طبعا، وبالمناسبه كان ماديا كبير قوي، بس طبعا انت جزء من دخلك متعه، انت في جزء ممكن تدفع فلوس تروح تعمل حاجه. فكنت راضي تماما وما ندمتش، وده كان اكتر قرار خدته في حياتي وسعيد اني خدته، وتعادل الزمن 100 مره لان عشت حاجات ما كانش ممكن اعيشها غير من عند النادي الاهلي. يعني برضو التجربه ما كانتش طويله قوي، ما كانتش كبيره. جيف كارتيرون، كارتيرون باتريس كارتيرون جي في كارتيرون. بس انا عايز اسالك عن موقف معين، خساره بطوله افريقيا. طب انا وصل له بس عشان نقول الايجابي قبل ما يعني نقول على الحاجات المفرحه قبل الحاجات المحزنه. لان خساره بطوله افريقيا دي والتانيه بتاعت الوداد كانوا من اكتر الاشياء المؤلمه في حياتي المهنيه. يعني انا بعد وفاه امي الله يرحمها يمكن اكتر حاجه حزنتني في حياتي خساره الماتشين دول. كابوس لما افتكرهم كده مش عايز افتكرهم. يعني لا مش عايز افكرك بيهم خلاص. لا احنا افتكرهم نتكلم فيهم طبعا، احنا عملنا اللي علينا وفي الاخر مفيش توفيق في الاخر. فهو الراجل جه كارتيرون جه في يوليو، كانش كان السكواد بتاعه مش قوي جدا، ما كانش فيه لعيبه كتير في النادي، كان فيه اصابات كتير جدا، وكان اخر مجموعته في افريقيا، وكان مطالب بقى ان كنا خسرانين ماتش ومتعدين ماتش، كان معانا نقطه واحده، نقطه واحده كنا في قاع المجموعه، وكان كنا لسه متعدين مع الترجي في استاد القاهره في مصر يعني، كنا بنلعب في برج العرب. وجي الراجل ولعبنا الماتشات الاربعه الفاضلين، الماتش اللي فاضل واربعه وتلاته زي العوده كسبناهم كلهم، وكسبت الترجي في الترجي. يعني هم تعادلوا معاك هنا في دوري المجموعات كسبناهم هناك 1-0 بجول سعد سمير، كان وليد اظهر لعبها وسعد عمل فولو انا ما اذكر العكس، ما حد لعب حد عمل فولو. ورجعت اول مجموعتك ولعبت الدور قبل النهائي ووصلت الفاينل ورجعت للترجي تاني، ورجعت للترجي تاني، وكان عندك ثقه بقى يعني انت لسه كسب. وجي فتره كنا بنكسبهم كتير، انا فاكر مره كسبنا بطوله نهائي عندهم كابتن وليد سليمان وجده الجون الثاني سيد حمدي ووليد سليمان وجده وكابتن ابو تريكه ضيع ضربه جزاء كان ممكن نعمل ريكورد. كسبناهم 3-1 انا ما اذكر، وكسبته قبل كده برضو جون رامي ربيعه. فكنا كنت عالي عليهم، عاليين عليهم في الفتره دي. بس كان وقتها كنا بنكمل 14 لعيب بالعافيه يعني 15 لعيب بالعافيه السكور، كان عشان نكمل كان اصابات كتير جدا جدا، كان عيل معلول كان مصاب وكان عندك اصابات كتيره. وجي بقى الماتش ده بعد اللي حصل والاحداث، كان قبلها كان الترجي واخد ايقاف للمدرج عنده عشان حصل مشاكل. هو من البدايه حتى في مصر هنا لما احنا كنا كسبانين هنا الماتش 3-1 باين، وحصل حوار كده اللي هو بتاع الفانيلا بتاع ازارو مش عارف ايه، وكانوا عايزين يوقفوه او اتوقفوا فعلا وما لعبش الماتش التاني. كان وقتها كان زي نجم الفريق، يعني زي مثلا رونالدو في النصر دلوقتي هو نجم الفريق. وكانش عند كان عندك كابتن مروان، طبعا مروان محسن لعيب كويس بس ما كانش موفق كان وقتها. لا هو كان كويس بس هو كان لا في الماتش ده كمان ما كانش موفق، يعني الاهلي كله في الماتش العوده ما كانش كويس. بس كان عندك وليد سليمان ده كان رهيب، كان الفتره دي احلى فتره ليه في حياته. انا اقصد الماتش ده بالتحديد، الماتش ده الترجي نفسه الذهاب كسبنا 3-1، العوده بالورقه والقلم 3-1 بتكسب الاهلي ما بيخسرش اكتر من 1-0 يعني. وياما تعادلنا 1-1 بماتش الصفاقسي بالظبط. هو ده حد ينساه جون ابو تريكه. فما كانش فالتلاته واحد رايحين والحمد لله رب العالمين مستعدين، وقلنا حتى هنعمل ايه والماتش استعدينه. حتى كارتيرون كان بيعرف يشتغل نفسي مع لعيبه كويس جدا 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 كان فاشتغل، وكان كابتن سامي قصام وكابتن محمد مدرب. يوسف كان مدرب. كان كابتن محمد يوسف كان مدرب عام ومدير كوره، قام بعمل مدير كوره، كابتن محمد وكابتن سامي امسان كان مدرب مساعد، كان مساعد يعني كارترون. وكان عملنا شغلنا واللعيبه كانت كويسه وروحنا متحمسين، ودخلت الملعب دخلت اجواء كانت صعبه جدا مش هنتكلم بقى فيها، كانت اجواء صعبه جدا. وكان في اصابه ضربوكوا بطوبه او حاجه، كان في طوبه جت على الاوتوبيس اسمه اتصاب هشام محمد. هشام محمد. والاجواء كانت صعبه وخسرنا 3 الماتش ده اتعاد 100 مره. خسرنا 3 خسرنا 3 الشوط الاولاني لحد الدقيقه 45 احنا 0-0. الجون اللي جه في الاخر هجمه لينا وتردت علينا الكره دي، لو ما كانتش جت كان ممكن الماتش ما يروحش بالشكل ده يعني. ولكن يعني قدر الله ما شاء فعل، وبعدين احنا بناخد بطولات كتير فلازم يكون في حاجات كده لله يعني. كان بعدها على طول باسبوع ما خدتش بالك من دقيقه، بقول لك لازم في حاجات لله.
الاهلي ما فاتش حاجه، الاهلي ما بيسيبش حاجه. الاهلي يعني طبعا المدرب عظيم واللعيبه عظيمه والاداره عظيمه طبعا، بس اعظم يعني عنصر في المنظومه هو الجماهير. جماهير النادي الاهلي دي تلعب الحجر، تحرك الحجر، واللعيبه بتبقى متضايقه في اي خساره عشان جماهير النادي الاهلي. يعني انا راجل مترجم، انا لا لعيب ولا مدرب، وما بتمشي كده في اي حته ودي الناس يجي يتصوروا معاك ولا يتكلموا معاك، ودي ده تحس ظهر، تحس امان. جمهور النادي الاهلي ده امان، فجمهور عظيم ويستاهل يكسب على طول، ويستاهل الفرقه تكسب على طول. ولما بيبقى في اي اخفاق اللعيبه بتبقى متضايقه اكتر عشان الجماهير اكتر من اي حاجه تانية. الخساره دي انت قلت لي تشبيه صعب قوي دلوقتي، انت قلت لي انها من اسوأ مواقف حياتك على المستوى المهني، زي إيه؟ طبعا زي ماتش الوداد. زي ماتش الوداد وشبهتها بحاله وفاه الست والدتك. طبعا وفاه مامي الله يرحمها ده اكتر حاجه، بس بعدها بقى بيجي بقى وفاه ماما الله يرحمها دي كانت حاجه، كانت يعني ما بحبش افتكر كتير. 2014 توفت، كانت تعبانه ضغطها هبطي ودخلت المستشفى، يعني حاجه بسيطه وماتت وتوفت، وكلنا فضلت فتره حتى مش مستوعبين. واحنا عائلتنا مش كبيره، انا واخويا بس، ووالدي اسرتنا مش كبيره. ووقتها هيك الفتره كانت اصعب فتره، ما بحبش افتكرها. كانت قريبه جدا. كانت طبعا طبعا احنا عيله، ماما الله يرحمها كان ووالدي ربنا يديه طول عمره. ف ده يعني اصعب موقف، يا رب يدي لابويا طول عمره يخليه يا رب. فده صعب تفقد حد غالي عندك. فبعد كده بيجي طبعا الهزيمه دي، تحس طبعا باخفاق، والواحد مش واخد الاخفاق كتير في حياته، ما بتحبش تخسر من بالك بقى ناديك اللي بتحبه اللي بتلعب له وجماهير، فاصعب يعني. طيب بعد كده بقى خلينا نروح للحاجات السعيده. نهائي القرن. ونهائي القرن انت ما كنتش قاعد على الدك، كنت بره، لان كان في المدرجات. فكان وانزل وقت بين الشوطين عشان اترجم واطلع في اوضه اللبس واطلع بالظبط كده، عشان كان العدد الاحتياطي كان في المدرجات، يعني يسخن وينزل. كان وقتها كان عشان الكورونا كان مشددين جدا. يعني الفتره دي حته اللي بنتكلم على كابتن سالم حفيظ وازاي بيدير، انت قدرت فرقه في ظروف صعبه جدا جدا، عزل ومقفولين مقفول علينا. انا فاكر قبلها كان كي فايلر موجود، وكان بيبعت تدريبات بالمسج اللعيبه تتمرن في البيت، وجي في الاخر مشي وجي موسيماني، كان وقت ضيق جدا. وقتها كنا في المعسكر قبل الماتش كل يوم بنعمل تحليل، كل نكتشف حد تعبان، حد رجع حد تعبان، وكانت الموضوع صعب جدا، كان موضوع صعب، وكان في ضغط عصبي عليها جدا. انا كراجل مترجم كان ضغط عليا بشكل ده، من بالك اللعيبه والجهاز الفني والزمالك كان في اعلى فتراته. طبعا الزمالك كان في اعلى فتراته، ساسي وبن شرقي ومصطفى محمد. مصطفى محمد كان وشيكابالا وزيزو، يعني كان فرقه تقيله. هو الزمالك كان فرقه كبيره طبعا، الزمالك القطب الثاني كره مصريه في مصر، فكان نهائي قوي، وكنت تلعب مع فرقه قويه، وانت كان ما كانش فيه التدعيمات اللي حصلت بعد كده. بس الفتره دي كان في السكواد بتاعك مش اقوى حاجه، بالورقه والقلم كان السكواد بتاع الزمالك اقوى بكتير. انا عايز اقول بس حاجه، لما مشي فايلر يعني بالطبيعه هيمشي المترجم معاه. تمام. فشوف النصيب ان يجي بعد كده بيتسو، مع ان انا عارف ان حضرتك كنت بتترجم مع بيتسو انجليزي مش 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 فرنساوي قوي. انجليزي. واول ما جيت فايلر كان فودج على الانجليزي، كان هو طلب حد انجليزي وبكده بيتكلم فرنساوي، قال لي ما كانش فاكر ان في ناس بتتكلم فرنساوي كويس في البلد. لما قال لي بتكلم فرنساوي قال لي الفرنساوي اقرب له، فطلب ان اترجم فرنساوي. هو اصلا عشان هو من سويسرا. من سويسرا والماني ومعلومه عندهم في منهج الجغرافيا بما انهم طلاب، يعني يا سويسرا بتتكلم اربع لغات. بيتكلموا ما فهمش انجليزي على فكره، بيتكلموا الماني وايطالي وفرنساوي وروماني. اللغه الرومانشيه هي اللغه الرابعه هناك. هو كان بيتكلم فرنساوي كويس قوي، القطعه اللي هو كان فيها هناك اقرب لها حاجه فرنساوي. هو من زيورخ، وزيورخ الماني، بس هو كان بيتكلم فرنساوي كويس. كان بيتكلم فرنساوي كويس، وطلب نشتغل معاه فرنساوي. جه بعد كده موسيماني انجليزي. انا بس هنا بتكلم على فكره انت كملت. انا كل مره بمشي من النادي فاكر خلاص مش هرجع تاني، مش يعني طبعا حاجه بتحزن همشي، بس لان صعب هيجي تاني مدرب بيتكلم لغتك يعني.
هفقد البطولة افريقيا في ميدالية هفقدها لما مشي فايلر انت ماشي معاه فترجع وتبقى اغلى ميدالية. هو اغلى 90 دقيقة اصلا ويجب اعتقد بالنسبة لجميع النادي الاهلي كلها يعني واخد بطولة افريقيا بعد فترة غياب طويلة من 2013 كناش بناخد بطولة افريقيا. خسرنا النهائي قبلها وخسرت مرتين نهائيين قبلها من الوداد ومن الترجي وبتلعب مع الزمالك الناس اطلقوا عليه نهائي القرن وكان فعلا نهائي القرن والزمالك في احسن حالاته وعمل ماتش كبير وبتكسب وبجون قفشه العظيم ده وفي وقت في الدقيقه 85 في وقت كان لسه زيزو حط كره في العارضه بالظبط فالماتش كان كله سيناريو مفرح يعني. لا انا عايز بقى الميداليه بتاعه افريقيا. ايوه هي دي صح كده هي دي. طيب انت ممكن البسها؟ طبعا مش عندي منها كتير على فكره. ماشي اوكي تمام. خدناها السنه اللي بعدها وخدنا سوبر افريقيا مرتين. صورني كده يا باشا وانا عامل فيها محمد مجدي قفشه. اكمل الحلقه كده يا جماعه. طب تمام. في بطوله رحنا كاس العالم للانديه وخدنا برونزيه برضو صح؟ انا خدت 2 معاهم. الاهلي خد 4. في برونزيه اديني يا ابني برونزيه يا ابني. انا مقفل ليفل الوحش حضرتك. انا دلوقتي لابس ميداليات في لعيبه قعدت 20 سنه تلعب كوره ما عرفتش تلبس الميداليات. انا هكمل الحلقه كده لو سمحت. كنتوش عارفين تعدوا تجيبوا لي برونزيه ولا ذهبيه؟ ماشي يلا. الحمد لله. دي بتالي اسعد لحظه في حياتك. طبعا 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 يا راجل ده انا سعيد وانا لابسهم. طبعا طبعا طبعا. بقول لك على حاجه كان في ماتش اتصورت كان نهائي كاس والله كاس بعد الماتش بتاع قفشه ده كان في نهائي كاس كسبناه والكاميرا جابتني وانا بعمل كده. شفت نفسي وانا ازاي كنت بعمل كده اصلا. انت بره بره حالتك لما بتكون ما انت مش ادرينالين راش بقى ابن لذينه وسيت نفسك بتيجي وبتطمن. انا فاكر الماتش القاضيه ده لغايه انا كنت قاعد في المدرجات وجنب مني سعد سبير كابتن سعد سبير وورا مني وفا مصطفى شوبير وكان قاعدين بقى وكان كابتن سعد سبير احتياطي كان ممكن ينزل وكان قبلها حسين ضيع كابتن حسين الشحات حط كره في العرض تفتكر كان جون فاضي وحطها وكره زيزو وكنا قاعدين على اعصابنا حسينا ان احنا مش بتاعتنا بقى قلنا كده قلنا ربنا يستر اصل انا متفرج على الماتش وفاكر الكره دي كويس ربنا يستر. عارف انا رجع لي الامل امتى؟ بعد ما زيزو حطها في العارضه برضه والله يعني حسيت لا ما هي واحده هنا وواحده هنا مش كده يعني لا شكلها لسه في الملعب ما اعرفش بقى كانت فين بس انا كنت شويه ايه في يوم كده بتقول الكره مش معاك النهارده كتير بتحصل انديه كبيره ما لهاش علاقه يعني بقاش يعني الماتش الاخير الكاس الاهلي كسب 2-0 الزمالك ماتش كبير قوي ماتش كبير بس ما كانش يوم وكسبنا 2 لما جات لك فرصه جبنا جونين الماتش الاخير اللي كان في السعوديه طبعا عارف فده فريق في ساعات بقى مش يومك وساعات احنا برضو في ساعات الاهلي بقى بيعمل ماتش كبير ومش موفق فده طبيعي يعني بيحصل فحصل بعد ما جه جون قفشه اتنططنا بقى وتططنا يعني ما حسيناش بنفسنا وكده اصعب فتره من بعد الجون ده لقيت الحكم مصفر نهائي الماتش عيد كل القرآن حافظه حتى اقرا القرآن وندعي ربنا قاعدين على اعصابنا الحكم صفر ما حسيناش نفسنا بقى نزلنا في الملعب اتططنا بقى يعني بصراحه الجيل ده يستاهل يتكرم او يتخلد اسمه بماتش زي ده. الجيل ده مجتهد وانا يعني خلينا انا اللي اقول ده باعتباري مشجع انا راجل بره المنظومه خالص يعني لما نقول الجيل اللي قبله اللي هو جيل ابو تريكه هم لعيبه جامدين قوي لعيبه كوره جامدين قوي 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 يعني تمام وطبعا تدريب وكل بس هم لعيبه اصلا جامده. اللعيبه دي انا بحس الفرق بين الجيلين دول هو الفرق بين ميسي وكريستيانو. ميسي الموهبه الفطريه تمام كريستيانو ازاي اشتغل على نفسي قوي ان انا دايما ابقى فت ودايما ابقى جامد ودايما ابقى واخد نفسي ودايما سابق الناس بخطوتين ثلاثة بس بشغلي على نفسي اكتر ما هو بان انا اصلا موهوب تمام فبحس ده الفرق بين الجيلين وطبعا الاثنين عظماء وانا ضربت المثال باثنين عظماء يعني سواء ميسي او كريستيانو يعني فحضرتك الاول انت ميسي ولا كريستيانو؟ كريستيانو جدا عشان كريستيانو جدا
اه تمام. طب في يبقى ريال مدريد جدا أنا طبعا. ابني يعني لما كريستيانو بيخسر بيقعد في اوضته بيقفل. انا لغايه بيشجع النصر بيتفرج على النصر لسه نازل النهارده كان النصر بيلعب مع العين وتخيل بيتابع ماتشات دوري السعودي دلوقتي عشان خاطر رونالدو. قبل كده كان في كل حته رونالدو بيكون فيها بيشجعه حتى في منتخب البرتغال. انت شخصيا ريال مدريد طبعا؟ انا ريال مدريد طبعا. انا على فكره مختلف معاك برضو ان انا برشلونه والله. يلا بقى مش انا بحترم برشلونه بس بشجع ريال مدريد. تعرف حاجه على سيره الموضوع ده؟ انت عارف ان فرينتينو بريز كلم ميسي كذا مره ان هو ياخده ريال مدريد؟ دي حاجات كنت قريتها في سمعت عنها من مصادر موثوقه يعني. وعارف كمان ان كريستيانو كان هيروح برشلونه. سمعت دي تمام. فانا بس عايز اقول ايه كده حته خيال، لو كانت واحده من الاثنين حصلت مش مهم بقى مين يعني مش عايزين نخش في الخناقه دي عشان الجماهير بتاعه الاثنين، انت متخيلهم الاثنين مع بعض في فرقه واحده كان هيبقى احسن للكوره يعني؟ بالتالي احسن كده الوضع كده احسن عشان يبقى في منافسه بين الاثنين. هو كان ممكن يلعبوا جنب بعض عادي يعني مش يعني هم مش في نفس المركز. بس تخيل فرقه واحده فيها الاثنين يا لهوي في البرايم بتاعهم. هو حتى هو ميسي الجيل اللي لعب له لعب معاه كان جيل ذهبي يعني كان رونالدينيو وإتو يعني وتشافي. هو الجيل ذهبي رونالدو مش قوي كده يعني مش قوي كده في عيبة كبيرة بس برشلونة دايما بيدق لا 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 معلش معلش لا لا هو كريستيانو لعب مع ناس جامده جدا ومع لوكا مودريتش ولعب مع بنزيما ولا لا لا بس مش زي برشلونه ماشي خلاص يعني بعكس هو رونقه هو اللي لمع دول يعني هو ياما كسب ريال مدريد ياما يعني هو كان بيكسب لوحده وما راح اليوفنتوس فتره الذهبيه اليوفنتوس كان معاه. فهو يعني مع احترامي ميسي ما راح امريكا مش عامل اي حاجه ما تسمعش عنه اصلا مش لان احنا مش متابعين. لا نتائج برضو نتائج ايه ده؟ انا عارف ان هو اول ما راح الفرقه دي مش عارف كان الكام في الدوري كسبوا 7 ماتشات ولا 8 ماتشات دايركت كده اول ما هو راح. بس هي يعني مش هيكسبهم دوري ما هو رايح مش من اول سيزون. لا 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 بص انا برضو بالمناسبه انا بحس ان هو الامتع ضد فكره ان اروح العب في اخر حياتي في نادي صغير. انا مش هتكلم عن النصر السعودي لان السعوديه تجربتي السعوديه كلها تجربه متفرده يعني ما اقدرش اقول ان نادي صغير. نادي ما فيش نادي سعودي نادي صغير بعد الاستثمار وضخ الفلوس مع ان بيشبهوا تجربه السعوديه شويه بتجربه الصين مع اختلاف السعوديه فيجن 2030 هم عاملينها وتفكيرهم ماشيين صح وعايزين نظاموا كاس عالم وهياخدوا. الصين ما كانتش بترتب لكاس عالم انا اعتقد 2034 بنسبه كبيره في السعوديه لان لغايه ما يوصلوا لده هتبقى الدنيا اختلفت وهيبقى نادي الدوري السعودي بيتابعوه دلوقتي بتشوف ناس لابسه فانيله النصر في دول ثانيه عشان خاطر رونالدو. انا ابن اختي لسه كنت زوم بتكلم معاه النهارده لقيته لابس هو قاعدين في السعوديه لابس تيشرت رونالدو النصر ولد صغير عنده بنزيما بالون دور بنزيما بالون دور تيجي ياخده الاتحاد. فاقدرش اقول السعوديه ده تجربه لوحدها لكن اروح العب بقى في امريكا الدوري قوي بس انا بطل في برشلونه هيبقى شكلك احسن هتفضل ايكون وهتفضل وبرضه زي رونالدو لو كان بطل في ريال مدريد كان الموضوع هيبقى مختلف يعني لو كان رجع او بطل في مانشستر انت حصل لك مشاكل بطل خلاص وفكر في كارير تاني. بس برضه بقول تجربه رونالدو مع السعوديه مختلفه لان لسه رونقه موجود والدوري بيتغطي عالمين كويس او كده غير ميسي او يمكن عشان انا بحب رونالدو بقى فيمكن يعني تمام. هو بس مشكله الدوري الامريكي زي ما قلت لك مش متابعينه كمان حتى ماتشاته لو هتبث لايف هيبقى في فرق توقيت ابن لذينة مش هنعرف نتفرج فدي مشكله كبيره يعني. يبقوا الاثنين في حته تانية بصراحه يعني احنا مستنيين كره القدم في العشر سنين اللي جايه مشكوره تقدم لنا اثنين بيتنافسوا بالشكل ده على مستوى المدربين مثلا بيب ويورجن كلوب على مستوى اللعيبه الاثنين طبعا ميسي وكريستيانو. يا ترى مين الاثنين اللي جايين؟ حتى ناس تقول هالاند ومبابي انا مش حاسس مبابي يعني. حاسه قوي هالاند مش عارف هالاند كويس بس هل انت تحسه كده ماشين تحسه جهاز كده تحسه آلة لكن مبابي لعيب طبعا لعيب بس مقفل اللعبة من قبل ما تبدأ يعني واحد لعب 2 نهائي كاس عالم واخد كاس عالم منهم مش هو ناقص له بس تقريبا تشامبيونز ليج يعني لسه ما خدهاش. لو راح بقى ريال مدريد لو ريال مدريد حي
الحق الحصري بتقول اتنين في حته تانية عندك لعيب حط نفس حطينا معاهم محمد صلاح. محمد صلاح اه طبعا صلاح. طبعا يكفي قاعد بتتابع البالون دور ومودريتش ولا محمد صلاح ولا رونالدو انت بتفرج. احنا كنا بنعد لمسات اللعيبه يا باشا, بنعد اللاعب بتاعنا مين لمس الكره ست مرات في نص الملعب, وكنا يا ابن اللذينة ده بصه صح صح يعني ده نزل. فيا طبعا حاجه تانية. عايز قبل ما اختم معاك وان كان لسه شويه على الختام كده لان عندي شويه اسئله سريعه أطلع بس أطلع. عايزه قبل ما اختم معاك اسالك عن حاجه. حضرتك دلوقتي بتخرج كوادر كتير جدا في التدريب الرياضي, دي ثقافه رياضيه بتنتشر في مصر في علم الاداره الرياضيه بالظبط تمام. هل ده له شروط؟ هل ده يعني انا النهارده مثلا انا راجل عندي 40 سنه هل انا حبيت ده ممكن ادرسه؟ طب بص حاجة, انا مش انا طبعا انا بشرف ان بكون ممثل الفيفا في ده. انا مدير الفيفا لكره القدم الهواية زي ما قلت حضرتك من شويه في الشرق الاوسط, وفي ماسك ممثل سي اي اس اللي هو مركز الدولي للدراسات الرياضيه اللي هو الذراع الاكاديمي للفيفا الاكاديمي. اه لان الفيفا ما ينفعش تدي شهاده, الفيفا ما هيش جامعه. فعملت عملت زي بارتنرشيب اه مع جامعه نيوشاتل في سويسرا ومع يعني مش من قد ايه, من حوالي دي الدفعة 16 في مصر يعني داخلين حوالي 20 سنة وأكتر, عملوا البروجرام بتاع الإدارة الرياضية وعملوا حاجة اسمها الماجستير الفيفا أو فيفا ماسترز. ومن كتر ما هو نجح كان عليه طلب كبير جدا, بس هو دراسته بتبقى 6-9 شهور 3 أشهر في إنجلترا 3 أشهر في إيطاليا 3 أشهر في سويسرا, ومبلغه كبير قوي مش اي حد يعمله. فعملوا نموذج مسجل منه مصغر في الجامعات, وجامعه القاهره الجامعه اللي تقدمت وقبلوها انها المنطقه بتاعتنا لغايه وسط افريقيا وشرق الاوسط في جامعه القاهره. جامعه القاهره يعني انا ممكن اخد حاجه زي الفيفا ماستر من مش مصغره منها دبلومة يعني الفيفا دبلومه الفيفا اداره رياضيه والتقديم فيها في جامعه القاهره وهي اصلا للمنطقه كلها مش بس لمصر, في المنطقه كلها في مصر وفي جامعه ابو ظبي جامعه السوربون في ابو ظبي تمام. لما ادرسها بقى تفتح لي مجالات ايه؟ هي بتديك وايه شروط الالتحاق بيها؟ اول حاجه تكون شغال في الـ في الـ في مجال الرياضه, يعني مش حد عايز يتعلم الرياضه بيدخل فيها, عايز حد يكون شغال في مجال الرياضه اصلا. عشان كده عاملينها فترات, يعني عاملينها الدراسه 12 يوم في يناير 12 يوم في مارس 12 يوم في مايو, عشان دي الناس بتجي لك من بره بتسيب شغلها وبتيجي. فلازم تكون شغال في مجال الرياضه لان جزء من المنافع بتاعتها او المنفعه بتاعتها التبادل المعرفي ما بين الناس, تبادل الخبرات. يعني السنه دي في كابتن شهاب الدين احمد, كابتن محمد صبحي, جون الاسماعيلي السابق, خالد كساب اللي هو اللي كان نجم المحله مش هنسى اسمه عشان معتصم سالم معتصم سالم ده مدير كوره في بيراميدز. ناس كتير السنه اللي فاتت كان فيه كابتن وليد سليمان وكابتن خالد بيبو. يعني مش شيء متاح لاي حد, اي حد بتقدم فيها بس شرط انك تحصل امتحان القبول وبين تعرف. ثواني يعني انا ممكن اقدم فيها؟ تقدم طبعا بس انا مش بشتغل في مجال الرياضه مش هتنجح. يعني لازم يكون اول حاجه بيكون عندك الخبرات الرياضيه اللي تأهلك ان انت هتاخد ماده علميه فاهمه مستوعبه, مش بتبدا من الصفر, بنبني على اللي عندك. ايوه ماشي, انا كده فهمت حاجه ان انا مش لازم يكون عندي عمل رياضي خلفيه مثلا ما كنتش لاعب كره سابق ده شرط, لكن لو انا عندي خبره يعني مثلا انا كونتنت كرييتور في الرياضه بالظبط, انا معانا كنت معانا واحد بفهم في الموضوع فلو هخش هنجح بالظبط تمام, او اشتغلت عمل لكن طوال. هي مش شرط تقدم. نعم هي لن تكون شرطا لا كديكم لا انت للتقدم عادي خالص تكون بس معاك شهاده جامعيه مخلص كليتك, لبعض الناس الموهوبه اللعيبه الكبار اللي هم ما خلصوش جامعه بيقبلوهم. العمل التطوعي مهم جدا, احنا عندنا في مصر بنستهون بيه, بره المهم جدا موضوع التطوع انك تشتغل في ايفنتات وانا بشغلي في يعني انا شرفت كنت ماسك مدير اعلام في استاد القاهره في بطوله 2019 كاس افريقيا, وكان معايا متطوعين كتير وتربقت لهم مستقبل هايل, ودلوقتي ماسكين مناصب كبيره في اماكن كتير مختلفه, مصر فيها ناس كتير كويسه. فموضوع التطوع ده مهم جدا. الدبلومه عباره عن ايه؟ زي ما قلت حاجه 3 بلوكس, 3 فترات دراسيه
كل فتره بناخد مادتين او بيدوك الست مواد الرئيسيه في المجال الاداره، اداره احداث رياضيه، اداره منشات رياضيه، ماليات، علم اتصال رياضي، قانون رياضي، وماركتنج سبونسرشيب، رعايه رياضيه وماركتنج وتسويق. طيب انا شايف ان الموضوع ابن لذينة جامد، واي حد معاه شهاده جامعيه مش شرط هي ايه، لو عنده خبرات عنده اطلاع بالمجال الرياضي ممكن يقدم في حاجه زي كده، طبعا تفتح له مجال عمل ابن لذينة تستوعب حتى الماده هتدرس لك، والتدريس بالانجليزي، انجليزي وعربي وفرنسي، في فصل انجليزي وفي فصل عربي، في فصل اللي انت عايز تدرسه، وبيجي لك ضيوف، بيجي لك ناس محاضرين من الفيفا، بيجي لك ناس محاضرين عندهم خبرات بيدوك خبراتهم. انا عايز اطلب منك طلب، لو قابلت ارسن فينجر تاني في مره من المرات كلمني. حاضر. كلمني بس كده وانت عم اقوله في واحد كده عايز يسلم عليك او حاجه، مش اكتر من كده. طيب بس انا عايز اقول حاجه على حاجه، فكره دايما في مقوله بتقول امتى اخر مره جربت حاجه لاول مره، فكرة امتى مرة اتجننت وعملت حاجة مختلفة ونجحت فيها، وانا فضل ربنا عملت حاجة كتير اول مرة ونجحت فيها. انا السنة دي يمكن اقول لك حتى حاجة غريبة حصلت السنة دي، انا لسه جاي من سيمينار جلوبال فوتبول سيمينار ديفلوبمنت جلوبال للعالم كله، اتعمل في قطر. في الاخر احنا بنتعامل مع اتحادات، فقالوا لنا اخواننا انتوا بتعاملوا مع اتحادات، واهم حاجة الصوت والبادي لانجوج وكده، اتحادات كورة في العالم كله، اتحادات كورة، وقالوا عملوا حاجة ترفيه، فكرة ترفيهية كده، قالوا فيفا جوت تالنت، عملوا فيه برنامج اسمه فيفا جوت تالنت، هنقسمكم مجموعات تقدموا استعراضات، يعني بريكنج ايس، انت تكسر الحاجز والناس تاخد على بعضها. وانا فرحي ما رقصتش اصلا، انا ماليش موضوع الرقص ولا الغنى ده خالص، ولا في حياتي عملت ولا غنيت ولا عملت. ولما تلاقي بقى مديرينك بيرقصوا حاجات غريبة، انا مش طبعا ترددت جدا وكنت عايز اعتذر، بس خدت التجربه. وعايز اقول كنا تبع مجموعات ومجموعتنا كسبت، يعني انا قدها قدامك ده انا كسبان جايزه فيفا جوت تالنت. فكره انك ممكن تعمل حاجه تكون متخوف منها حتى ومش مجالك وتصر انك تنجح فيها، هتنجح فيها. يعني الموضوع مش بس يعني اوعى تخاف من حاجه، انا في حاجات كتيره جدا في حياتي، انت بتخش على مؤتمر صحفي وقاعد قدامك ناس كتير جدا، لو ترددت او قلقت، الترجمه شغل متعب جدا، انك بتترجم وبتسمع وبتركز وحد بيشاورك بيقول لك السؤال اللي بعد منه، بتعمل كذا حاجه في نفس الوقت. لو انت ثقتك في نفسك مهزوزه شويه صغيره مش عارف تشتغل. فاي حاجه حاجه عايز تخشها، حاجه تقول تدخل دبلومه اداره رياضيه، تدخل وتنجح فيها لو انت عندك الويلنج، لو انت عندك الرغبه، عندك الاراده انك تعمل ده، الرغبه هتعملها. وده بنقول حتى للشباب اللي يسمعونا. حفزتني على فكره. شباب النهارده انت خلصت كليه معينه، مجموعك ما جبتش مجموع كبير ودخلت كليه ما كنتش تتمناها، مش نهايه المطاف. في ناس كتيره جدا بيشتغلوا بغير شهادتهم وبينجحوا، يعني في ناس كتيره جدا دلوقتي المجال مفتوح مش زي ايامنا. على ايامنا كان الاعلام ده في ذات المحتويات اللي على النت ممكن تشتغل فيها، ممكن تعمل حاجات، ممكن تنجح في مجال الترجمه، ممكن مجال انا لما اشتغلت في يوم ايام فضل ربنا عمري ما كنت اتخيل احقق 1% من اللي انا وصلت له دلوقتي. وحاجات كتيره جدا زي ما قلت ما دخلتها لو انا رهبتها واحد او كنت قلقان منها، النهارده كنت قاعد في سيمينار، قاعد جنبي مني ارسن فينجر وقاعد مني ناس كبيره. انا لو تخيلت في يوم ايام لو حد من 20 سنه ولا من 15 سنه اسالك الاسئله هتقول مستحيل تقول كده. عمري انا بقيت اشتغل في نادي الاهلي سنه 2018، كنت راجل كبير في سن، كنت متخيل ان انا اعمل حاجه جديده بشكل جديد في مع مؤسسه زي الاهلي كمان، نادي الاهلي، والحمد لله رب العالمين. واكتشفت يعني كانك كنتش عايش قبلها، يعني حاجات كتير ولسه الحياه مخبيه لنا حاجات كتيره، واكيد في مجالات جديده الواحد ممكن يجربها وينجح فيها. الحياه ما بتوقفش عند حته معينه، ده فرق حد عنده طموح او حد ما عندوش طموح. انت لو قبلت تبقى موظف وتشتغل بشكل معين وترجع معين في اطار معين، هتفضل بالشكل اللي انت اخترته. على قد عزمك وقد عزيمتك وارادتك ورغبتك هتحقق نجاح. انا عايز اسالك عن حاجه، يعني انا سعيد جدا طبعا باللي انت قلته ده، لان يمكن يكون دي الرساله الكبيره، مش حتى لحلقه حضرتك، هو للبودكاست كله، البروجرام كله ده الثيم بتاعه. لكن في حاجه كده خطرت على بالي، يورجن كلوب قال انه هيمشي من ليفربول وخلاص، هو اعلن كده رسمي وقال في هو عمل خطاب وداعي كده جامد قوي، يعني هو راجل متحدث لبق جدا، بس قال فيما معناه يعني يا جماعه انا بالنسبه لي انجلترا هي ليفربول،
فيما يفهم من السياق ان انا عمري ما درب في انجلترا لليفربول. وعلى فكره هو لما كان في المانيا قال حاجه شبه كده، هو بيسيب بروسيا دورتموند ويفاه اسقط على بايرن ميونخ. يعني عندنا في مصر انت كنت مترجم لكارتيرول اللي راح الزمالك، كان بيدرب الاهلي وراح الزمالك، وبيتسو. انا شايف ان فايلر مش جاي مصر تاني، يعني هو شخصيته كده يعني لاسباب خاصه بيه من اللي انا فاهمه من شخصيه الراجل. لكن انا بتكلم عن بيتسو، هل بيتسو ممكن يجي يدرب نادي تاني في مصر او يدرب الزمالك او كده من وجهه نظرك؟ يعني طبعا كل شيء وارد. بص حياتك، انا كارتيرون كنت متخيل ممكن مرن تاني في فريق تاني في مصر ومرن، فبيتسو موسيماني ممكن، لو ما اعرفش دي حاجه شخصيه، بس انا اللي اعرفه ان هو ناجح في شغله بره وبيمرن، يعني ما فيش حد عرض عليه، بس هو في عصر الاحتراف انتمائه بقى النادي اللي هو فيه. يعني ما هو انتمائه للنادي اللي هو فيه، بس انا عايز اقول انا ليه ضربت المثال بكلوب؟ ما فيش بروفيشنال اكتر من كده بقى يا جماعه. وبرضه يعني لسه مهما العالم وصل لدرجه من الاحترافيه وان ما فيش مشاعر وان الحكايه بيزنس، وان لسه الحته الانسانيه دي موجوده عند ناس، وخليني اقول ان هو صادق فيها الى ان يثبت العكس. يعني ما ممكن بكره الصبح الاقيه بيدرب مانشستر يونايتد، ما اعرفش مانشستر يونايتد اهو اي خدمه، واخد بالك انت؟ ف انت عارف ان مش عارف اغير السياق ولا ايه، كان بيب جوارديولا يقول لك على ارتيتا لما كان المساعد بتاعه، كان يقول لي يتنطط معانا في كل جون الا لما نجيب جون في ارسنال، كان ما يقومش من على البنش. تمام. فبرضو الحته الانسانيه دي موجوده. انت لمست الحته الانسانيه دي مع بيتسو؟ بيتسو الحته الانسانيه عنده عاليه جدا. وكارتيرون برضو الحته النفسيه عنده عاليه جدا، بيعرف زي اوم اي حد محبط بتاع اللي عنده، بيعرف يحسس كل لعيب في الفرقه ان هو اهم لعيب، وطلع اكتر ما يعني كل ما في اللاعبين. فايلر سويسري، مع ان سويسري راجل هايل طبعا، كلهم مدربين كبار، بس هو ساعه سويسري يعني ساعه شاطر بس ساعه سويسري. موسيماني الحته الانسانيه عنده عاليه قوي. انا ما انساش احنا في شهر رمضان اللي قبل اللي فات، كان قفشه جاب شنط رمضان وكان بيوزعها على الناس، فسالني ايه ده، هو ده ايه ده، ده في ايه؟ فقلت له في رمضان بنعمل كذا. قال والله طب بيوزعوا لمين؟ قلت له الناس المحتاجه وكده. قال طب انا عايز ده بيتسو موسيماني. بيتسو موسيماني وطلب مني وكلمت له حد وجاب له شنط، ونزلت معاه في حته شعبيه ووزع، وكان طالب ما يتصورش. طبعا الناس صورت بموبايلات، طبعا الناس اهالي صوروا بموبايلات يعني، وطبعا حطوها والنسبة كده زايدوا قال هو عايز يبين وبتاع مش عارف. انا فاكر شفت الصور دي. هو كان التصوير كله اهالي، نزل وبقى يساعد ناس، وهو عنده الحته الانسانيه دي عاليه جدا جدا. وانا عارف ان هو، انا معرفتي ان هو اهلاوي جدا، هو يعني بيحب النادي وفضل متابع. انا اتصل بيه فتره طويله، فضلت اتصل وبيبارك لما الاهلي بيكسب وكده، وبحد مثلا يتصاب اخبار ده يتعور ايه، لا الف سلام عليه. طبعا مثلا مع الحياه، طبعا الحياه كل واحد بتشغل في حياته يعني. يجي مره نادي تاني الله اعلم، بس يعني الشواهد بتقول لا، بس ممكن محدش يعرف يعني. بس مثلا اتكلم عن نفسي، انا عمري ما اتمرن ما اترجم في اي حته في النادي غير النادي الاهلي. يعني انا كعمر ما عنده ضد الاحترافيه، بس انا عمري لو اتعرض عليا باي نادي مش هقدر، مش هعرف ده احساسي. انا مش هقدر مرن اترجم مدرب تاني في فرقه تاني، يعني حتى لو مدرب كبير وطلبني انا مش هقدر. انا منتخب مصر ممكن، لكن الاهلي بس، لكن اي مكان. هو مش مصري، هو ممكن راجل محترف، ممكن يجي له عرض كبير في نادي، ممكن الله اعلم، بس الشواهد بتقول انه لا. يعني انا عارف انت بتشجع ريال مدريد، قلت لي الاهلي وريال مدريد في كاس العالم. الماتش ده كان يعني طبعا اكيد احنا كنا بنشجع الاهلي يعني، ما فيهاش نقاش، بس انت كنت يعني حاسه ازاي؟ لا كنت اهلي جدا، كنت متضايق جدا طبعا لما خسرنا، كنا قريبين جدا. وهي 2-1 كان في كوره لو كانت جت كانت هتبقى، تخيل كنت انا بقى عملت ريمونتادا على ريال مدريد. صح يا ضاعت بعد كده وجت الثالث والرابع، اوكي هو الثالث والرابع ده في الوقت بدل الضيع مش قصه، بس هي بتبقى على تفاصيل صغيره قوي. يعني بتلعب احسن فرقه في العالم طبعا، وطبيعي بقى طبعا في فرق خبرات وحاجات كتير، بس الواحد بيتشرف يعني. فرقه بترفع راسك يعني. النهارده حضرتك بتشوف الميداليات اللي معايا، النهارده بشوفها حضرتك. انا لابس الميداليات في حبه كمان تاني. لا بس انا يعني جايب الاثنين الايكونيك يعني. فالواحد بيتشرف ان هو ينتسب للنادي الاهلي، وتاريخ عنده حاجات يحكيها اولادي عاشوها معايا، وحاجات يحكيها لاولادي اولاد ولادي بعد كده.
حاجات دي ما كانش ممكن اعيشها ولا احققها غير مع النادي الاهلي. في صداقات كتيره مع لعيبه النادي الاهلي ومع المدربين على تواصل دائم، احنا عيله يعني، حتى اللي بره الفريق على تواصل دائم. يعني انا فاكر كاس العالم اللي فات واللي قبله ما كنتش موجود مع النادي، عشته كاني معاهم بالظبط على اعصابي لان انت احساسك، انت العلاقه بالنادي ما بتنتهيش بوجودك في الجهاز، ما هوش شغل بتاديه، لا انت بتنتمي للكيان. طيب احنا في الختام معاك هسألك شوية اسئلة سريعة. اتفضل. هي بره يعني عن شخصيتك شوية او مواقف ممكن تتعرض لها. طيب. يعني اتفضل. هو ختام دايم بنختم بيه مع كل ضيوفنا، قولي اكتر حاجة بتضحكك. ان اكتر حاجة بتضحكني حاجة ولا حد ولا ايه؟ اي حاجة يعني، ممكن يكون حد بيضحكك، ممثل، اي حاجة يعني، موقف دايما بيتكرر، مفيش حاجه معينه. ليش مفيش حاجه تعذرني بصراحه؟ طب عندك حاجه في فوبيا منها، اكبر مخاوفك؟ اه الاماكن المرتفعات، الاماكن العاليه مرتفعات. وبالمناسبه برضو يعني انا ساكن في الدور 11، فانا قعدت حوالي سنه مش عارف ابص من البلكونه لغايه دلوقتي. في بلكونتي ببص عادي، لكن بره لسه عندي موضوع في المرتفعات. اكبر انجاز في حياتك على المستوى الشخصي؟ بص انا اشتغلت في حياة كتيرة واشتغلت في الفيفا، بس اكبر انجاز ليا وجودي في النادي الاهلي لفترة من فترات، ودي وان انا بنتسب للنادي الاهلي لغاية دلوقتي ونشغل مع النادي الاهلي. وده مش بقول كلام كده، ده انا مش يعني مفهوم. هي وانا شغال في الفيفا لما اروح في اماكن زي دي بيمشوا قدامنا موتوسيكلات ويقفلوا لنا الطرق وكده، بس بيبقى احساسي بالانجازات اللي حققتها من النادي الاهلي اكبر من اي حاجة. يعني نهائي القرن او النهائي اللي بعد منه اللي كسبناه، والسوبر الافريقي دي، ده افضل اتشيفمنت ليا في حياتي. اكتر شخصيه مشهوره بتحبها في اي مجال مش شرط الكوره؟ هو كتير، قول اثنين ثلاثة، مش يعني مش شرط شخص واحد. بس انا مش يعني افضل شخصيه وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو ده يعني ولا سؤال بعد ده قدوتنا فكرة. ده قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانا طبعا بعد منه بكتير والدي، يعني والدي ومسائل الاعلى في كل حاجه. يعني اكلتك المفضله؟ بحب الرنج قوي، بحب الرنجة وفسيخ الحاجات دي، وبحب رنجة وفسيخ والجو ده. بحب الرنجة وفسيخ. يا سلام البصل كده في رمضان دلوقتي. هبعت اجيب لك من اسوان مره. والله اول مره ما كنا مع جالي جبنا في قفه كده كان جمالنا. طيب العقل ولا القلب في قراراتك انت شخصيه ايه؟ هو العقل اكتر، بس ساعات القلب يعني، في ساعات الحاجات وحاجات، طبعا في حاجات وحاجات، بس العقل بيبقى اكتر في معظم قراراتي، بيبقى العقل اكتر. لو تغير حاجه في نفسك تبقى ايه؟ ساعات ببقى مندفع في شوية حاجات كده، ساعات ببقى مندفع. انا مستبعد الإجابة دي جدا. لا ساعات ببقى مندفع في حاجات، في بعض قرارات او في بعض القرارات لو رجع بيها زمان مش هاخدها تاني. يعني انا مش هقدر اقاوم اني ما اسالكش انك تقول لي حاجة لو ينفع. في حاجات في شغل وفي حاجات، في حاجات بعد قرارات خدتها يعني، بس الحمد لله ما اثرتش على الشكل العام لحياتي. بتحب ولا تكره المفاجآت؟ بحبها جدا. بحب هادي وتهدى يعني. على فكره انت جايب لي هديه حلوه جدا حبيب. انا بشكرك جدا عليها. ربنا يخليك حبيبي. الناس طبعا كلها دلوقتي في التعليقات ايه هي الهديه، شوف هيسيبوا الانترفيو كله ويشوفوا ايه هي الهديه. مش هقول على فكره يا جماعه، توقعوا الهديه. بتامن بالفرصه الثانيه؟ طبعا، والثالثه والرابعه. طيب السؤال ده فانتازيا شويه، لو معاك آلة زمن ترجع لورا ولا تطلع لقدام في المستقبل، وامتى ومش مرتبطه بعمرك، يعني مش مرتبطه بالفتره اللي انت ممكن ترجع اي فتره؟ دايما بقول يا ريت كنا نرجع تاني وقت امي الله يرحمها موجوده معنا، يعني دي وجودها معنا مهم، لان ام دي حاجه عظيمه في حياه الانسان. يعني يعني لو رجعت بالزمن تاني لوقتها هقعد معاها اكتر، و مش هشتغل كتير وحاقعد معاها اكتر، لان يعني اتعلمت درس بوفاتها ان الانسان نفس، ممكن في اي وقت ما تراهنش على وجود حد كتير في حياتك، استمتع بكل حد موجود في حياتك. يعني الله يرحمها خدت منها دروس في حياتها، وما ماتها بعد موتها حسيت يعني
من بقى والدي وبيت عيلتي. وانا انسان العيله بالنسبه لي حاجه كبيره من وانا صغير. انا عندي عيلتي دي اهم حاجه في حياتي يعني. يعني في وقت اللي ما عنديش حاجه بعملها بحاول اقعد مع مراتي واولادي ومع والدي وكده واخويا بحاول اتواصل معاه. طبعا هو مشغول وانا مشغول بس بحاول احافظ على التواصل معاه. فلو رجع بيا الزمن ولو رجع بيا الزمن تاني في جانب عملي طبعا الفتره بتاعت البطولات بتاعت نادي الاهلي اكون فيها تاني عيشها تاني عيشها تاني في بطوله جديده باذن الله ان شاء الله ربنا. كوتو في يور لايف، نصيحه او مقوله اثرت في حياتك كوت بالنسبه لك؟ والله من زمان وانا بذاكر وكل حاجه فيك ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. اعمل اللي عليك وبقى على ربنا. ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. عمر ما بتخش انت بتذاكر وطلع عينك وواحد بيغش، عمر ما يجيب زيك ابدا. ولو حصل بتبقى صدفه، عمرها بتحصل على طول. بتجتهد وبتعمل عليك وربنا ربنا بيجازي على قد التعب يعني. حاجه ما حدش يعرفها عنك. انا لسه قايل لك دلوقتي احنا عاملين، انا راجل دلوقتي في جوت تالنت واخد ميدل. اه تمام. ده كده حصري غنى ورقص. مفيش فيديوهات للاسف. لا عندي مش عندي. لا دي برضه فكره تعمل حاجه. انا والله خدتها تحدي لنفسي، خدتها تحدي لنفسي. فحتى ما قلت انت ما قصدتش يوم فرحنا رقص، مش رقص رقص يعني، استعراض وكده في وسط جروب يعني وسط مجموعه. بس كان بالنسبه لي ليه لا يعني، وصحيح حاجه كتير جدا في حياتي اقول ليه لا، ليه ما اقدرش اعمل، هقدر اعمل ده. في الاخر لو تحب انت تسالني سؤال، فكره البرنامج الحلو ده جالك ازاي يعني، وازاي امنت بفكره برنامج زي ده، بودكاست زي ده، في غياب الفكر ده او في اختلافه عن اللي حواليك يعني؟ محدش بيقدم حاجه بالمنظر ده، حاجه هادفه وليها معنى. اول حاجه الحكايه بدات من طبيعه مهنتي، ان انا راجل مدرس وبشتغل مع الثانويه العامه في مرحله عمريه، انا بحس ان هم دول اللي هيبقوا ماسكين البلد بعدين. ممكن فيهم ناس تبقى في مناصب كبيره، مش هقول لك ان انا اللي اشوفهم، ممكن ابني في يوم من الايام يخش على واحد فيهم يقول له انت اسمك ايه، يقول له كذا كذا غنيم، فيقول له انت كان ابوك احمد غنيم بتاع الجغرافيا. فبحس ان احنا لازم نسيب في الناس دي اثر. الاثر ده ممكن يكون لاني بعملهم جوه الثانويه العامه، فببقى يعني ريليتد قوي للمحتوى والاهميه للمنهج. فبحاول بقدر الامكان ان احنا نديهم من التجارب بتاعتنا. مين نديهم بقى؟ لقيت ان المدرسين اكتر، هي شريحه، اكتر شريحه مدرسين الثانويه العامه اكتر شريحه بتتعامل مع الفئه دي. ويجوز ان انا اتكلم عني وعنهم، احنا مظلومين اعلاميا لان احنا مدرسين دروس خصوصيه بشكل او باخر، في يعني احتياج مجتمعي لينا، وفي نفس الوقت في برضه سخط احيانا المجتمعي بيبقى ضدنا، فمش بنتبروز بالشكل الكافي. بيعيش مدرسين ذو قيمه كبيره جدا، وبمرور الوقت والزمن والسنين بيتنسوا، مفيش حد بيعرفه، الجيل اللي موجود ما يعرفش فلان وفلان وفلان. كنت مره بتفرج على التلفزيون على قناه روتانا زمان، فكان في انترفيو كده 3 4 دقايق كده لاسماعيل ياسين، لقاء نادر لاسماعيل ياسين. فبدات اقول يا جماعه طب احنا حتى ما يبقاش احنا كمدرسين لينا لقاء نادر. ففكرت ان انا اعمل البودكاست وان انا استضيف المدرسين، وفكرت انه يبقى ما حدش عارف، ما حدش فاهم حاجه، علشان الناس انتم مش فاهمين مننا غير ان احنا بس بنقف نشرح. احنا بني ادمين ولينا رحله كبيره جدا لحد ما ربنا سخرنا ان احنا نقف قدامكم كده الوقفه دي. صورت مع عدد كبير جدا من المدرسين، ومن هنا بدات الفكره بالنسبه لي تتسع. تجارب النجاح مش حصري على المدرسين، ولقيت تجاوب، ولقيت ناس بدات تبقى متابعه للبرنامج. فبدات هنا اقول طب وليه لا، طب ما النماذج الناجحه واللي هي عملت حاجات كبيره برضو يا جماعه، الناس دي جايه من خلفيات اقتصاديه مختلفه واجتماعيه مختلفه، بس في الاخر كلهم بيجمعهم رابط واحد، الإصرار والاستمرارية. شو. فأنا لو خليت البرنامج ده فيه 1000 حلقة ب1000 ضيف وكلهم بيوصلوا معنى الإصرار والاستمرارية للوصول للنجاح، بالنسبة لي هو ده علم ينتفع به حتى بعد ما بقى مش موجود. يعني أنا بحييك، لأن سبحان الله أنت بتتكلم في حاجة كنت لسه بفكر فيها من كام يوم، إن إحنا كلنا ماشيين. أنا حكيت لحياتك النهاردة إن في زميلتي في الجورنال و استاذه شروق الشيمي الله يرحمها
استاذه شروق الشيمي. هي رئيس قسم الرياضه في الاهرام الفرنساوي. دي كانت معايا في المدرسه وكانت معايا في الجورنال اكتر من يعني عمر مع بعض. تعبت وتوفت وسبحان الله رمضان اللي فات كانت موجوده فبيفضل اثر لما نروح النهارده في دفنتها والناس قد ايه كلها موجوده والسيره الكويسه ده اللي بيفضل الانسان. وبالنسبه لحضرتك كمان عشان الحته التعليميه دي انت اثرك مستمر يعني انت اثرك مستمر في يعني الطلبه بتوعك بتفضل جواهم بالعلم اللي علمته لهم. القيمه ممكن تبقى جت مني لكن هتبقى القيمه اكثر عظمه لما تكون بتتوثق من خلال اسامي كتير مدرسينهم برضو وناس ناجحه مع كيانات ناجحه ومرتبطه بيها في مجالات مختلفه. زي ما انا يعني سعيد ان انا اوصل ان انا اتعامل مع ان انا اتكلم مع حضرتك وانت انا بشكرك جدا ان انت قابلت. شرف ليا فعلا. انا سعيد موجود مع حضرتك والله فعلا يعني. واتمنى ان يكون كمان البودكاست انت يعني حسيت ان هو مختلف. هو دردشه احنا قاعدين من بالظبط احنا بندردش يعني. بشكرك جدا. انا متشكر جدا ان حضرتك دعيتني وانا دعوه بصراحه شرفتني وجودي النهارده سعيد جدا والتجارب اللي مش هنساها يعني. متشكر جدا ليك وتشرفت جدا بحضرتك. شكرا ميرسي فن. شكرا لحضرتك. شكرا ليكم واستنونا في حلقات جديده وضيوف جديده وبودكاست جديد ومحدش فاهم حاجه. السلام عليكم.